طيب تعالوا نشوف مواضيع سيشن النهارده. احنا النهارده عايزين نتكلم في محاضره كامله اربع سبورات عن سويتش. اي نوع من انواع السويتشات؟ اللان سويتش. يعني لسه اللان سويتش مش دلوقتي، لسه بنتكلم لو جوه شبكه مقفله، يا ترى لو حطينا في الشبكه دي سويتش ايه المهمات والادوار اللي بيقوم بيها السويتش دوت؟ هيطلع السويتش ليه ثلاث ادوار اساسيه: ليرنينج، فوروردنج، حاجه اسمها ليسننج، او بمعنى تاني ريموف لاير تو لوبس. ودي ان شاء الله الثلاث نقط بتوعنا النهارده على مدى اربع سبورات. تعال نبدا اول سبوره. كنوع من انواع المراجعه على السيشن اللي فاتت، واحنا حكينا ايه على السويتش في السيشن اللي فاتت؟ فاحنا كنا حكينا في السويتش السيشن اللي فاتت عن حاجه اسمها السويتش ازاي بيليرن. تعال نعيد شرح تلك السبوره، وبعد كده نخش في مواضيع جديده حتى بقيه الزملاء دخلوا اونلاين او اوفلاين. طيب لو هنحكي على هو سويتش ازاي بيعمل حاجه اسمها ليرنينج. يعني ايه كلمه ليرنينج؟ ليرنينج مقصود بيها فورمينج، تكوين، ماك ادرس تيبل. يعني ايه؟ يعني ان سويتش يكون جدول في الماك ادرسز. طب ايه ده؟ بالظبط كده. طيب والكلام ده بيتم ازاي؟ كنا قلنا السيشن اللي فاتت بالبركه. يعني ايه بقى بالبركه؟ هيطلع بالبركه مقصود بيها باي تشيكينج السورس ماك في الفريمز اللي بتخش للسويتش. يعني لما حد بيتكلم بيبدا السويتش يتعلم. طب معلش، يعني الكلام ده بيتم ازاي في السويتش؟ يعني بشكل بسيط، انت لو جبت سويتش وطلعته من الكرتونه بتاعته، السويتش بيبقى عباره عن جهاز مليان كرود. يعني كان تعريف حتى سويتش عباره عن جهاز في نتورك انترفيس كارز. كل كارت من كروت السويتش دي بيبقى مترقم برقم، كارت رقم واحد، كارت رقم اثنين، كارت رقم ثلاثة، كارت رقم أربعة. وعايز اقول لك على ملحوظه مهمه قوي، ان الكروت بتاعه السويتش تختلف شويه عن كارت الراوتر او كارت الكمبيوتر. ايه اكبر اختلاف جوهري؟ ان كارت السويتش بيفهم حاجه اسمها الماك ادرس. طبعا هو سويتش لاير 2 عشان بيفهم حاجه اسمها الماك ادرس. ان تعريف كلمه لاير 2 ديفايس هو ديفايس ذات اندرستاند ماك. بس خد بقى المفاجاه دي، كارت السويتش بيفهم الماكات بس هو شخصيا ملوش ماك. ايه ده بقى؟ مش احنا قلنا ان كل كارت عليه ريد اونلي ميموري؟ طبعا ريد اونلي ميموري دي يبقى عليها ماك ادرس من المصنع. طبعا، بس ده كان الكروت بتاعه الكمبيوترات بتاعه الراوترات. تعالى اقول لك على التعريف تاني بتاع ماك ادرس. تعريف كلمه ماك ادرس هو عباره عن 48 بت ادرس. حلو، ماك ادرس 48 بت. بيرنت اون مطبوع على الروم، حلو، اللي هي دي الروم اوف النتورك انترفيس كارد. اكمل لك بقى الجمله عشان ما اقولكش المره اللي فاتت. بيرنت اون الروم اوف نتورك انترفيس كارد اوف دي تي اي. ايه بقى دي تي اي ده؟ دي تي اي ده اللي هو بيبقى عباره عن يا راوتر يا كمبيوتر، لكن مش دي سي. يعني التعريف بتاع الماك ادرس ما فيهوش حاجه اسمها دي سي. دي سي اللي هو مين؟ دي سي اللي هو السويتش او الهب. يعني ايه بقى؟ كارت الهب وكارت السويتش مفيش على الروم بتاعته حاجه اسمها ماك ادرس. ليه؟ قال لك هو احنا هندي للسويتش ماك ليه؟ هو السويتش هيتكلم مع حد؟ امال احنا عايزين ندي ماك لمين؟ الاجهزه اللي بتتكلم مع بعض. فمين الاجهزه اللي بتتكلم؟ اسمها الدي تي اي. يعني ايه دي تي اي؟ الاجهزه اللي هي داتا تيرمينال. يعني ايه داتا تيرمينال؟ هي طرف في الحديث. حتى تعريف كلمه داتا تيرمينال ديفايس ذات كان سند اور ريسيف داتا اور انفورميشن. فاحنا بالنسبه لنا انت طالما سويتش لا هتبعت كلام مع احد ولا حد بيكلمك، خساره ان احنا نديله ماك. ايه ده؟ يعني سويتش شفاف، او السويتش عباره عن جهاز شفاف مش بيتشاف. يعني مش بيتشاف؟ يعني هو شخصيا ملوش مكان. امال الماك ادرس تيبل ده بتاع مين؟ بص، هو ده جدول هيكونه سويتش عشان هو بيفهم مكان، مش كده؟ هو لاير 2. بس ده جدول فيه المكان بتاعت مين؟ بتاعت الناس اللي حواليه. يعني اللي حواليه؟ يعني لو سويتش جنبه حد اسمه ايه؟ جنبه حد اسمه بي، جنبه حد اسمه سي، جنبه حد اسمه دي. السويتش بيبدا يكون جدول اسمه ايه؟ جدول اسمه الماك تيبل. بيحط الجدول ده فين؟ في ميموري جوه قلبه اسمها الرامات. يعني في ميموري جوه قلب سويتش اسمها الرام. حلو، الجدول ده بيبقى فيه ايه بالظبط؟ معلومتين. ان هون ان هين. ان هون ماك ادرس واصل على ان هين بورت. الماك ده مش ماك سويتش، سويتش طلع مالوش ماك، بيسموه شفاف مش بيتشاف. امال ده ماك بتاع مين؟ يطلع ده الماك بتاع الاجهزه اللي واصله على السويتش. يعني سويتش بيعمل ايه؟ سويتش عشان مالوش ماك بس عشان بيفهم الماكات بيحاول يتعلم اللي بيتكلمه في الشبكه. يعني لما ايه يبعت داتا ويقول انا اسمي ايه؟ سورس ماك ايه؟ السويتش يقول لك بس عرفت واحد في الشبكه دي بيتكلم اسمه ايه ويأيد.
طب سمعته من انهي بورت يا سويتش؟ يقول لك سمعته من بورت رقم واحد. بي قال انا اسمي بي. حلو، فالسويتش يقول لك عرفت حد اسمه بي. طب وده على بورت رقم كام؟ بيبدا يشوف السويتش يا ترى البورتات بتاعته اللي مترقمه، جايه من مصنع مترقمه، رقمها كام البورت دي؟ 2. طب لما سي يتكلم السويتش يتعلم. لما سي يتكلم يبدا السويتش يقول لك يا في حد اسمه سي، وسي ده من على بورت رقم كام؟ من على 3. طب ولو دي ما تكلمش السويتش مش هيتعلمه. طيب هيوصل له داتا ازاي؟ دي لسه هنحكيها في حته الفوروردنج، يعني ازاي السويتش هيوصل داتا اللي اتعلمهم او اللي ما اتعلمهمش، دي لسه سيبها شويه. ونحن بس بنحكي في اول سبوره تسخين كده، اول سبوره بري امبل تسخين تريننج بيتس. عباره عن ايه طيب التسخين ده؟ انا بس بفكرك هو المفروض السويتش بيعمل ايه؟ كل ما حد يبدا يتكلم يقول له انت اسمك ايه؟ يقول له انا اسمي ايه؟ اتعلم. يعني زي ما اي حد من حضرتك يبدا يسال اسئله اقول له اسمك ايه؟ يقول لي مصطفى. عرفت اسم مصطفى. اسمك ايه؟ فاطمه. عرفت ان اسمها فاطمه، وهكذا. فعليه كل ما حد بيتكلم هبدا ان انا اعمل ايه؟ انا ابدا اتعلم ده كده سويتش. وبيعمل الكلام ده ازاي؟ باي سي، هي حاجه اسمها ابلكيشن سبيسيفيك اي سي. يعني ايه؟ دايره متكامله مهمتها ايه؟ ابلكيشن سبيسيفيك يعني مهمتها الليرنينج. يا ترى الدايره المتكامله دي بتتعلم من مين؟ تطلع بتتعلم من السورس ماك. يعني من السورس ماك يعني الدايره دي كل مهمتها في الحياه، تخيل دايره المهندسين اللي اخترعوها وحطوها جوه البي سويتش كل مهمتها. شوف الداتا اللي معديه مين اللي بيتكلم ايه؟ سجل البورت بتاعته. مين اللي بيتكلم بيه؟ سجل البورت بتاعته، وهكذا. واللي مش هيتكلم زي ما انت شايف السويتش ممكن ما يتعلموش. طب هنوصله داتا ازاي؟ هنعرف مع السبوره القادمه، لسه بس بنسخن في الاول. طيب هل السويتش هيفضل محافظ على اللي اتعلمه طول العمر؟ اول ملحوظه خدناها المحاضره اللي فاتت عن السويتش كانت بتقول ايه؟ كانت بتقول السويتش هيتعلم لما حد بيتكلم، بس سويتش والفلاش. كلمه فلاش معناها يمحو ويزيح. هيمحو ويزيح من الان اكتف انتريز. يعني ايه ان اكتف انتريز؟ السطور اللي يحسها مش مستخدمها، مش فعاله. طب يا ترى هو بيحس امتى ان السطور دي مش فعاله او مش بيستخدمها؟ افتر 5 minutes of inactivity. يعني ايه؟ يعني سويتش بيعمل ايه؟ لو حد بيتكلم بيتعلمه، فضل اللي بيتكلم ده ساعة بيتعلمه، يوم بيتعلمه، بس لو اللي بيتكلم ده بطل يبعت داتا يبدأ السويتش يشغله ستوب ووتش. بطل يبعت داتا، لسه مبطل، لسه مبطل، فات 5 دقايق يبدأ يشيل السطر بتاعه عشان خاطر ايه؟ بيحاول السويتش على قد ما يقدر يفضي الرامات. وليه السويتش عايز يفضي الرامات؟ ما هو الرامات لو اتملت السويتش بيتخنق، هيبقى بطيء بعد كده، فهو بيحاول يحط ايه في الرامات؟ الناس اللي فعالة. طب هو بيحكم عليهم ان هم فاعلين منين؟ ان هم بيبعتوا داتا فعالين. طب بيحكم عليهم ان هم غير النشيطين امتى؟ يبقوا غير النشيطين لو قعدوا اكتر من 5 دقائق ما يبعتوش داتا. طب افرض جم يبعتوا تاني عادي وهيتعلمهم تاني، فالقصد ان السويتش هيبقى يتعلمهم تاني لما يكلموا تاني. طب افرض حد بعت لهم وهو مش عارف متعلمهم لسه، لسه هنشوف الفروردنج، يعني لسه هنسخن ما حكيناش الحته دي. طب وليه السويتش لازم يمسح؟ ما يخلوه يسجل كل حاجه الى الابد. بص والله براحتك، يعني براحتك. عايز تغير الخمس دقائق دي؟ فالخمس دقائق دي بنقول عليها كده انها بالفطره. يعني ايه بالفطره؟ دي الفطره اللي نزل عليها السويتش. الدوائر بتاعه السويتش فطرتها 5 دقائق. لكن احنا في بورت اسمها كونسول نستخدمها ان شاء الله المره الجايه في اللاب، ممكن نوصل على سويتش اقول له معلش ممكن بدل ال5 دقائق دي تخليها ربع ساعه، او ممكن بدل الربع ساعه دي تخليها دقيقتين. يعني اقدر اقلل الرقم ده عن 5 اقلله عن 5، نزوده او اقلل. بس عايز نصيحتي، الخمسه دي محسوبه بناء على ابحاث، وفيهم واحد قعد يعمل ماجستير سنتين عشان يطلع بالمعادلات. انك لو خليتها دقيقتين ده هيخلي السويتش بيمسح بسرعه فهتبقى مشاكله كتيره. لو خليتها 7 دقائق ده هيخلي السويتش يسجل المعلومات لفتره اطول، والدقيقتين الزياده دول ممكن يكونوا هما السبب في خنقه السويتش، فلقوا ان ال5 دقائق دي هي الانسب. فنصيحتي ما تبقاش تغير الحاجات اللي هيتقال عليها كلمه باي ديفولت. يعني بالديفولت؟ بالفطره اللي جايه عليها من المصنع. بس تبقى عارف ان كلمه بالفطره لو اتزنقت في اي وقت من الاوقات حبيت تغيرها تقدر تغيرها، بس بحاجه اسمها الكونفجريشن اللي هناخدها ان شاء الله بدايه من اللاب الجاي، بدايه من المعمل الجاي. طب ماشي حلو، ليه كان لازم السويتش يفضي الجدول اول باول؟ لان في ملحوظه ثانيه مهمه قوي عن السويتش بتقول ايه؟ ان السويتش ممكن يتعلم ناس كتير. هو عايز ينظف الجدول من اللي مش اكتف، مش النشيطين. ازاي السويتش ممكن يتعلم ناس كتير؟ السويتش كان ليرن، ممكن يتعلم مين؟ ميني ديفايسز، اجهزه كتير اون سيم بورت. ازاي الكلام ده؟ بص يا سيدي، السويتش ممكن يبقى بورت ساعات واحده بس ويشوف عليها ميني ديفايسز. طب ودي تحصل امتى؟ ادي يا سيدي سويتش ماشي
بورت رقم كام في سويتش؟ بورت رقم 4 مثلا في سويتش. مالها؟ هتطلع بكابل. بس بدل ما تطلع بكابل بورت رقم 4 على شخص اسمه دي، تروح انت مطلعها على هب. طب بعدين الهب واصل على جهاز اسمه اي، وجهاز اسمه جي، وجهاز اسمه اتش. طيب الهب ليه جدول؟ لا ملوش. طب السويتش اللي بعده؟ طبعا السويتش اللي بعده ليه جدول اسمه الماك تيبل. في الجدول ده ان هون ان هين، ان هون ماك واصل على ان هين بورت. حلو. السويتش ده بقى لما ايه يتكلم هو هيتعلم ان ايه على بورت 4، ولما جي يتكلم هيتعلم ان جي على بورت 4، وان اتش لما يتكلم بالنسبه للسويتش ده هيشوفه برده على 4. ازاي بقى؟ بص اعتبر ان الايسك بتاعت الليرنينج دي عامله زي كده العين السحريه اللي بتبقى في الباب. فالايسك اللي اسمها ليرنينج ايسك بتبص من باب رقم 4، شافت مين؟ اي وجي واتش، بتكتب زي ما هنا ايسك بتاعت الليرنينج بصت من باب رقم 1 لقيت ايه، باب رقم 2 لقيت دي، فقعدت تكتب. لكن هنا ممكن ساعات العين السحريه اللي اسمها الليرنينج ايسك تبص منها كده كسويتش يقول لك انا شايف من بورت 4 اي وجي واتش. فسويتش كان ليرن ميني ديفايسز اون سيم بورت، على نفس البورت ممكن يتعلم وجود لاجهزه كتيره في نفس الوقت. فعشان كده هو بيحاول يعمل ايه؟ طب انا ممكن اتعلم اجهزه كتيره من البورت الواحده، يبقى من مجموعه البورتات دي يبقى اجهزه اكتر واكتر، فانا مش عايز افضل محافظ على المعلومات اللي غير نشطه اكتر من 5 دقائق. وده كان كلام المحاضره اللي فاتت، يعني لسه ما خدناش حاجه جديده في محاضره النهارده. ايه الجديد؟ انا ما يحصل طبعا، عشان كده الحته اللي فاضيه دي هقول لك عن مثال ممكن يحصل فيه تداخل، بس نشوف السويتش ازاي بيتصرف بحنكه وحذر. يعني مثلا كمثال لحته موضوع التداخل بتاع البيانات، ملحوظه بتقول ايه الملحوظه؟ يبقى جديد عن المحاضره اللي فاتت، يعني ما حكيناش السيشن اللي فاتت. ملحوظه بتقول ان سويتش ملحوظه بتقول ان السويتش عشان خاطر ما يحصلش اي لخبطه للجداول بتاعته، ان السويتش will never learn، عمر ما هيتعلم عشان ما يلخبطش نفسه، same device twice. يعني ايه؟ السويتش عمره ما هيتعلم نفس الجهاز on two different ports. ازاي يعني؟ بص بقى يا سيدي، ادي سويتش حلو، وادي الكارت رقم 1، وده الماك تيبل بتاع السويتش. في الماكات مع البورتات. طب وايه اللي حصل؟ وصلت انت كابل من البورت رقم 1 على الجهاز اسمه ايه، وقرر ايه يعمل ايه؟ قرر ايه يبعت داتا، يعني قرر ايه يبعت داتا، ويقول انا سورس ماك ايه. سويتش هيعمل ايه لما يتكلم؟ سويتش يبدا يتعلم ان ايه موجود على بورت رقم 1. ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل افرض ان انت رحت عملت الحركه دي، شلت الكابل من البورت رقم 1 ورحت موصل الكابل على بورت رقم 10، والكمبيوتر ده قاعد بيبعت داتا، بمعنى ان الداتا بدات تخش للسويتش من كارت جديد. فالسويتش هيبدا يكتب ايه؟ انا اتعلمت ان كده بقى ايه موجود كمان على بورت 10. بص بقى الايه تاني؟ اه مثلا ده ممكن يتصرف في حاله زي دي، صح ده حقيقي. فهنا اللي هيحصل فعلا ايه؟ ان سويتش هيتبع تلك القاعده، بيقول فيها ايه؟ ان سويتش will never learn، عمره ما يتعلم، same device نفس الجهاز على two different ports. امال هيتصرف ازاي؟ يقول لك ما هو مستحيل يكون ايه موجود على بورت 1 وايه موجود على بورت 10. عارف هيعمل ايه سويتش في اللحظه دي؟ في الحاله دي سويتش هيروح شايل المعلومه القديمه ويسيب اخر حاجه وصلته. بمعنى ايه؟ بيعتبر المعلومه القديمه دي ده المكان القديم للسويتش، وبيعتبر المعلومه الجديده دي بنسميها كده لاست ابديت. يعني ايه كلمه لاست ابديت؟ اخر تحديث. يعني اخر تحديث؟ اخر كلام. هو الجهاز ده بقى موجود على بورت رقم كام؟ 10. خلاص يسجل الحاجه الاخيره، بمعنى هيتعلم الجهاز لو غير مكانه وبعد وقت قد ايه. الكلام ده مش هيستنى 5 دقائق، ده في لحظتها. ازاي في لحظتها؟ ادي يا سيدي سويتش تمام، وادي
ده كمبيوتر ماشي، ده اعتبره جهاز كمبيوتر، فانا مش عايز اشيل الكمبيوتر عشان يبقى تقيل عليا. وهعمل ايه؟ هوصل الكمبيوتر بالبورت رقم واحد مكتوب عليها واحد في السويتش. ازاي؟ اروح جاي موصل كده كابل ما بين بورت في الكمبيوتر. الكمبيوتر ده الماك ادرس بتاعه ايه؟ مكتوب على الروم بتاعه ان الماك ادرس بتاعه ايه؟ يعني الماك بتاع الادرس بتاعه مكتوب على الروم انها ايه؟ وهوصله على بورت رقم كام؟ وهوصله على بورت رقم واحد. ايه اللي هيحصل؟ لما الكمبيوتر ده يبعت داتا، داتا هتمشي تمشي في السلك، هوب دخلت من بورت واحد، في السويتش بيكتب ايه؟ انا لا قفشت حد اسمه ايه؟ وكان واصل على بورت واحد، ايه على بورت واحد؟ جيت انا عملت الحركه دي، شلت الكابل ده من بورت واحد وركبت الكابل في بورت رقم 10. ايه اللي هيحصل لما البي سي ده يبعت داتا ويقول انا اسمي ايه؟ هتيجي هتخش من بورت 10. السويتش بيعمل ايه ساعتها جوه الرامات بتاعته؟ بيشطب المعلومه القديمه. يعني يقول لك انا سويتش دلوقتي، انا كسويتش شايف ان ايه؟ غير مكان. طب بيشطب المعلومه القديمه دي بعد ايه؟ في لحظتها. يعني ايه في لحظتها؟ ما هو انا ما ينفعش افضل مخلي المعلومه القديمه دي موجوده خمس دقائق والجهاز اصلا اتغير مكان. طالما الجهاز اتغير مكانه دلوقتي يبقى انا اغير المعلومه دي برضه دلوقتي. السويتش هيطلع بيعمل ايه؟ كل ما حد يغير مكانه يبدا السويتش يعرف المكان الجديد امتى؟ لما حد يتكلم من مكان جديد السويتش بيبدا يتعلم المكان الجديد. طيب خلاصه السبوره دي ايه؟ السبوره دي بس فعلا جمله كده، ان ازاي السويتش بيتعلم؟ لما حد يبعت داتا بيشوف الماك بتاعه ويحدد البورت بس كده سجلها. طب هو اتعلم ليه؟ ايه فايده التعلم؟ ده بقى موضوعنا النهارده. ثلاث سبورات غير دي، احنا النهارده المحاضره كلها اربع سبورات، ثلاث سبورات كلها بنتكلم فيها عن مين؟ عن ازاي السويتش بي فورورد. هيطلع ان السويتش يعني ايه فورورد؟ يوصل. طب ما هو لازم عشان يوصل يبقى محترف، يبقى متعلم، فالسويتش لازم يتعلم صح عشان يقدر يوصل بشكل صح. عايزك تاخد صوره للسبوره، لو عندك اي استفسارات عن تلك السبوره المراجعه ماشي، عشان خاطر نخش في شرح اليوم. كل كارت بماك طبعا، كل بص ايوه طبعا، بس فاتحه، كل فاتحه ماك بماك. ليه بقى؟ لازم يعمل كده عشان خاطر ما يظهرش بماك واحد على الفورتين، لازم كل او اربعه، اربعه كويس كل لازم. عشان كده تعريف كلمه ماك، ماك ادرس هو عباره عن 48 بت ادرس بيرنت اون الروم اوف نتورك انترفيس كارد، كل نتورك انترفيس كارد بمعنى بكل بوت. لا معلش يا جماعه، ده مينا بس ما اسالش النهارده، فقال لي ايه يوقع الكاميرا. طيب مش انت بوظت لي الكاميرا، انا بوظت لك الصوره. لو حصل كذا مره طبعا يعمل كونفليكت لدرجه ان السويتش ليه عدد مرات، لو لقى الكونفليكت ده بيتكرر اكتر من مره البورتات اللي عليها الكونفليكت دي بيقفلها اوتوماتيك. ليه لغايه كام مره؟ 16 مره. يعني لو لقى الموضوع ده قاعد بيلف كده، يعني فعلا لو في لوب حاصله 16 مره ولازم يقفل البورت. لا هيطلع لا بيقفل البورت، لا استعملش ماك، لازم اعملها انا سكيورتي، انا لازم اعملها انا بايديا، لكن هو لوحده السيفتي بتاعته انه يروح قافل البورت. اتوقع ان في قفل على البورت او حاجه. باشمهندس جنب السبوره بس مش شايفين من جنب اليمين. انا اسف يا هندسه، ده مينا معلش، مينا اللي هو اللي دايما مش مصدقني، راح جاي ايه؟ قال لك مش هسال النهارده، راح مبوظ لهم الاونلاين. مش حاجه. ما تيجي تقعد قدامي يا مينا. بص احلى حاجه مينا على طول لابس الماسك، بس دايما يحب يقعد في وسط مثلا اثنين ثلاثه جنبه لازقين جنبه، الوحيد اللي بيقعد جنب الناس وهو لابس الماسك. فين التباعد الاجتماعي يا مينا؟ اهو يا جدع، اهو يا جدع، اهو اقعد وسط اصحابك، يعني انت لابس ماسك خلاص انت امان، اقعد في وسط الناس بقى عادي ما يهمكش. لازم معلش احنا اتكلمنا عن ريموف ال 2 لوب دي، عشان انا معلش دخلت لسه ما اتكلمناش عليها. لا لا ريموف لير تو لوب دي لسه ما خدناهاش، احنا بس لسه بنراجع على المحاضره اللي فاتت فخدنا الليرنينج. يعني مثلا عادي استنى كده، الحاجه اللي بتعدي على في مش توبولوجي، يعني هو انترنال اصلا، هو شغال مش توبولوجي. ماشي الكلام. طبعا ده هي برضه نفس الايسك بتاعت الليرننج. يعني الايسك بتاعت الليرننج هي بتعمل ايه؟ كل ما يظهر ماك ادرس جديد حلو يشوفه اذا كان فعلا جديد ولا موجود ده اصلا قبل كده، وبيتعمل بهاردوير طبعا لازم. يعني مع كل حد يخش جديد الاول قبل ما يحطه لازم يبدا ان هو يتشيك على الماك ادرس تيبل. بعدين هو بيعمل حركه حلوه قوي سويتش، انه بيرتب الترتيبه ابجديا، يعني الماكات بالترتيب، بحيث ان هو ايه الماك ده مثلا ايه، فالمفروض احطه فيه مثلا اول سطر، فلما يجي يحط اول سطر لو لقى كونفليكت هيعرف يطلعه بسرعه.
يعني عندهم ايه برضه شويه حاجات ذكاء كده في ترتيبه الداتا بيز، يعني بيعملوا جدول داتا بيز وترتيبته ترتيبه محدده بحيث اعرف بسرعه الحاجه اللي متكرره اطلعها والحاجه اللي عامله كونفليكت اظبطها. ايه جاهز ولا ايه؟ صاحبك جبته لك اهو جنبك. عندي اسئله كتير معايا. ده حبيبي، ده مصطفى، ده حبيبي. ماله؟ ايوه اه طبعا، احنا مستنيينك انت مصطفى عشان تسال. طيب فبص كده، كانت السبوره الاولانيه الهدف منها ايه؟ هي المراجعه. يعني حتى هتلاقي عندك في الكتاب مكتوب عليه ايه؟ سبوره 6 على 4 او 7 على 1، مكتوب عليها الرقمين بالظبط كده، ان هي نفس السبوره 6 على 4 هي نفس السبوره 7 على 1. شكرك يا هندسه. هي صدقني هي السبوره صح. طيب خلينا نخش في الموضوع النهارده، نوفر بس شويه وقت ومجهود قبل ما انت تبدا تتعب مني. احنا ليه بنخلي سويتش يتعلم؟ حلو، احنا بنخلي سويتش يتعلم ويبني الماك تيبل عشان يعرف يفورورد. السويتش عشان يفورورد بيبقى عنده اسك ثانيه، ابلكيشن سبيسيفيك اي سي ثانيه. فين الكلام ده؟ اهو ادي سويتش البورده بتاعته اهي. حلو، اهي الاسك دي بتاعت الليرنينج يا سيدي، اول واحده اللي جنبها بتاعت الفورورد ترتيبه بالظبط. بقول لك ايه، ده انا طلعت الداتا شيت عشان اطلع مكان كله اي سي عشان لو سالتني احتياط. طيب فتعالى نمسك بقى الاي سي بتاعت مين؟ الفوروردنج، نشوف ازاي السويتش عنده المقدره ان هو يوصل بحرفنه. صوت حد جاي في السكه ولا ايه؟ سامع كراكسات؟ يا باشمهندس حبيبي لسه من راجع، ما خدناش حاجه جديده، لسه في المراجعه. بص السبوره الاولى هي مراجعه، هي نفس السبوره بتاعت المره اللي فاتت، لسه ما خدناش حاجه، لسه السبوره الجديده هتبدا مستنيينك تيجي بالسلامه بس. طب راحتك خالص وتعالى بالسلامه وانا معاك ما تقلقش. السلام حبيبي. ايوه كده مدلعني والله، دلعني انت مصطفى، عاملين شغل عالي. قدمت الاسماء بس لسه ما ردوش عليا، معلش. مين انتوا؟ ما بعتوش اصلا؟ انا في ناس، لا في ناس بعتت، انا ما سجلتش. اه مش تبع اسمي. لا طب بتسال ليه؟ طب انت بعت اسمك بقى ليه؟ فتحت الموضوع عادي، ابعت براحتك، ابعت براحتك في اي وقت عادي. باشمهندس انا ما بعتش اسمي. ابعت، هنبعت احنا الاسامي يعني، هما شغالين 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع، فبراحتك في اي وقت هندسه ابعت عادي. ايه ده؟ على الجروب؟ لا ابعت على الجروب، اسم الثلاثي الانجليزي زي ما انت عايزه في شات سيسكو والميل بس. ايه؟ صباح الفل. باشمهندس بعد اذنك. مرني انا ما حضرتش بس الكورس اللي فات، فمش عارف انا ان احنا سجلنا اسامينا بعتناها ولا لا يعني. الكورس اللي فات لا انتوا ما بعتوش اسامي، اصل الكورس اللي فات احنا ما كناش نعرف ان احنا يعني كانوا غيروا السيستم، كنا بنعمل التخفيض من غير ما نبعت الاسامي عادي. ان هم اتفاجئنا بقى في اخر الكورس اللي فات لو انتوا بتحضروا ان احنا لازم بعد كده نقدم الاسامي من الاول. طب حضرتك الخطوه دي من الاول؟ من الاول براحتك يعني، قصدي احنا مجرد ما هنقدم الاسم بناخد بروسيسنج 90 يوم. فانا قصدي ايه يعني، مش مستعجل دلوقتي، بكره بعده براحتك في اي وقت. يعني وقت ما انت تجهز ابعت لي الاسم على بس ابعته على الجروب. تمام. عشان ممكن على الخاص ما اعرفش اشوف، لكن على الجروب هاخد كل الاسامي كوبي بيست وابعتها لسيسكو على طول. شكرا. عايزين اسم بس على الاقل ثلاثي، انا عايز تبقى رباعي، عايز يبقى خميسي، براحتك، بس على الاقل ثلاثي ويكون بالانجليزي والميل بتاعك بس كده. شكرا. ماشي يا هندسه تؤمر. طيب تعالوا نشوف مع بعض بقى محاضره النهارده. نحكي في ايه بقى في محاضره النهارده؟ عن اي سي هي اسمها الفوروردنج. حلو. طب ايه هي الفوروردنج؟ الفوروردنج هو عباره عن سويتشنج، تحويل الفريمز تو النكست هوب. يعني السويتش دور ان هو ياخد الداتا من جهاز يحولها للجهاز اللي بعده، فروم هوب تو هوب. الهوب اللي بعده بقى دي كمبيوتر، الهوب اللي بعده دي راوتر، هو بيشتغل كده كده بالمكان. اني ماك بقى هيطلع عن سويتش بيحول الفريمز تو ذا نيكست هوب باي تشيكينج الديستنيشن ماك فين ان فريمز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هيطلع عن سويتش عنده اي سي هي بتشوف السورس ماك عشان تبني الجدول، وعنده اي سي هي ثانيه بتشوف ايه؟ بتبص، بص حياتها كلها بس
انها تشوف الديستنيشن ماك. طب وليه عايزه تشوف الديستنيشن ماك؟ عشان توصل. طب ما هو ده بقى دور شرح حته ازاي السويتش هيقدر ان هو يوصل. السويتش عشان يقدر ان هو يوصل الداتا بتاعتنا، تعالى نرسم كده رسمه للسويتش لسه طالع من الكرتونه، يعني سويتش لسه ما يعرفش اي حاجه خالص، ونشوف خطوه خطوه هيشتغل ازاي. بص بقى يا سيدي، ادي سويتش. عنده ايه سويتش؟ كارت رقم واحد، كارت رقم اثنين، كارت رقم ثلاثه، كارت رقم اربعه. طب وبعدين؟ طلع بكابي على مين؟ على الكمبيوتر، لسه السويتش ما يعرفش هو مين. فانا عايزك تعيش لحظه احساس بالسويتش ان انت ايه؟ سويتش مش عارف مين، فانت كمان مش عارف ده ايه ولا بي ولا سي. يعني السويتش فعلا في الاول خالص طالما ده ما اتكلمش ما اعرفش، يعني في الاخر لو حد ما سالنيش وانا ما قلتلوش اسمك ايه انا مش هعرف، يبقى كمبيوتر. طب يعني 2 واصله على مين؟ بورت 2 واصله هي كمان على الكمبيوتر. طب اسمه ايه؟ طالما ما اتكلمش السويتش لسه مش متخيله ومش عارف هو مين. طب بورت 3 واصله على مين؟ ما يعرفش. طب بورت 4 واصله على مين؟ ما يعرفش. المهم طيب هيعرف حالا، بس امتى؟ كل ما جهاز يتكلم سويتش هيتعلم، فيبدا يتخيل الاجهزه دي ايه ولا بي ولا سي ولا دي، والكلام ده هو اللي هيخليه يبني جدول اسمه الماك تيبل اللي بيبقى موجود في الرامات. في الماك تيبل؟ لا لسه فاضي. ليه لسه فاضي؟ طب السويتش لسه ما حدش اتكلم، هو لسه الجدول بتاعه فاضي لم يتعلم. ونبدا بقى اول فريم في حياه السويتش، اول جهاز هيبعت داتا. دايما لما تيجي داتا تتبعت تبقى في حاجه اسمها فريم. الفريم دي بيبقى فيها معلومه زي مين؟ حاجه اسمها السورس ماك، في معلومه ثانيه زي حاجه اسمها ديستنيشن ماك، وفي شويه معلومات ثانيه. نهمنا بقى دلوقتي السورس والديستنيشن ليه؟ عشان في اي سي ايتين بيشتغلوا ان باراليل، واحده بتشوف الديستنيشن عشان توصل، واحده بتشوف السورس عشان تبني جدول. حلو، لقينا من السورس مكتوب ايه والديستنيشن بي، اي سي هيت الليرنينج بتشوف السورس، هي الليرنينج بتشوف السورس لقيت ايه وجاي له من بورت كام واحد، هتبدا تايد ايه ووصل على بورت واحد. ادي اول حاجه السويتش اتعلمها اهو سهله، بنقول عليه اتعلم بالبركه، يعني الداتا معديه راح متعلم. بعدين لقى السويتش حاجه بقى، لا ايه؟ لا انك عايز تروح للديستنيشن ماك بي. يبص في الجدول اي سي هيت الفوروردنج، لقيت ان الديستنيشن ماك بي ده مش معروف بالنسبه لها. طب يا ترى الاي سي هي دي بتتصرف ازاي؟ الاي سي هي دي مش بروجرام. يعني ايه مش بروجرام؟ عباره عن اي سي هي شويه ترانزستورز حافظه مش فاهمه، فعندها قاعده ان اللي نفذ الدايره والديزاين بتاعها قال لها كده، لو كان الديستنيشن ماك انون يعني مش موجود في الماك تيبل اتصرف ازاي كسويتش؟ قال له انت كسويتش لو لقيت الديستنيشن اللي اسمه بي مش موجود عندك في الجدول، اتصرف عن طريق انك انت تزق الداتا دي لكل اللي في الشبكه. تعرف ان احنا نزق الداتا لكل اللي في الشبكه دي احنا بنسميه ايه في الشبكات؟ بنسميه فلاد، وساعات كنا بنقول عليه خرفنه، بس ما تقلقش السويتش هيطلع بيعمل فلاد لغرض حرفنه. عارف السويتش ليه عمل فلاد؟ عمل فلاد عشان الداتا توصل لكل الموجودين. فايه اللي يحصل؟ حد هيرمي الداتا. عارف مين اللي هيرمي الداتا؟ اللي هو مش بيه. حد تاني هيرمي الداتا. مين اللي هيرمي الداتا؟ اللي هو مش بيه. وحد هيفتح الداتا ويشوفها من جوه، بنسميها بيبروسيس الداتا. عارف مين الوحيد اللي هيفتح الداتا؟ هو اكيد بي. حلو، السويتش بقى مستني يحصل ايه؟ مستني ان هو يسمع. يعني السويتش دلوقتي الاي سي بتاعت الليرننج بتاعته تقول حلو عفارم عليك يا فرور عملت فلاد، بس انا مستني اسمع. مستني اسمع مين؟ بي هيرد من انهي بورت من البورتات؟ فعلا لو ده بي ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ده راح رد وقال كده، ايوه انا السورس ماك اللي اسمي بي، عايز ارد عليك يا اللي كنت بتكلمني يا اللي اسمك ايه. اول ما السويتش يشوف دي بص عينه بتلمع، عينه بتلمع زي لك بس، يبقى انت اكيد بيه. عرف منين وكتب منين كده في وجهه نظره ان ده بيه؟ واحد بيقول انا بيه، يعني زي ما ده ما اتكلمش فما كتبش انه سي، ده ما اتكلمش كتب مش انه دي، لكن ده لما اتكلم هيكتب وعينه هتلمع ويكتب ان هو ايه. فيطلع السويتش امتى بيتعلم؟ لما حد بيتكلم. بمعنى اتكلم عرفت اسمه حطيت ايه على بورت واحد، لما بيتكلم عرفت ان في حد اسمه بيه وعلى بورت اثنين ويأيد الكلام ده عنده. الكلام ده مين اللي بيعمله؟ ايسك اسمها الليرننج، بتبص على السورس ماك. طب وبعدين؟ الايسك اللي اسمها فوروردنج بتبص على الديستنيشن ماك، شافت ان مين الديستنيشن؟ ايه؟ بيبص في الجدول لاقي معروف، هيقول له ايه اللي هيحصل؟ مش هيفلد المره دي، امال هيعمل ايه؟ هيرجع الداتا لايه؟ لايه ساعتها يعمل ايه؟ يبروسيس هو كمان. طب عارف لما ايه بعت داتا تاني لبي؟ طالما ايه وبي بقوا موجودين خلاص عنده في التيبل، ايه وبي مهما يبعتوا يقعدوا يبعتوا ساعه دلوقتي مش هيحصل خلاص فلد. يعني كده الفلد كان بيحصل كم مره؟ يطلع ده اسمه الفلد بحرفنه.
ان السويتش بيفلود مره لحد ما ايه لحد ما بي يبدا يرد علينا بداتا فنعرف مكان بي. فطول ما ايه وبي مكانهم معروف السويتش اكيد عمره ما هيفلود. امال السويتش بيفلود امتى؟ لو لقى انك انت عايز تبعت لحد هو لسه مش عارف مكانه. يعني الفلود هنا الهدف منه البحث. باشمهندس الصبح قال لي جمله حلوه قوي، قال لي كده الفلود الغرض منه الديسكفري. ديسكفري يعني ايه؟ الفلود عشان اكتشف مين صاحب الحاجه الفلانيه. يعني مثلا ايه، لقينا ساعه مثلا جوه في الاوضه، فاقول لك يا جماعه على ناس الساعه بتاعته مين؟ انا كده عملت فلود زهقت الكل. بس مين اللي رد عليا؟ مصطفى. خلاص يبقى مصطفى هو صاحب الساعه دي. فهو نفس الكلام، السويتش لما بيجي له داتا لحد ما يعرفوش بيفلود، وبعد كده لما الشخص ده بيرد بيشوف هو مين وخلاص هيبطل يفلود. بس هيبطل يفلود امتى؟ طول ما الاثنين معروفين. عارف لو الاثنين دول بطلوا يبعتوا داتا قعدوا ساعه يبعتوا يفضل متعلمهم، فبطلوا يبعتوا داتا خمس دقائق وهيبقى يمسحهم. طب وبعدين لما يجوا يبعتوا تاني؟ لما يجوا يبعتوا تاني هنعيد تاني، هيبدا يتعلم واحد ويفضل التاني، ولما التاني يرد يبدا يتعلمه. حتى البيت شعر كده دايما يقولوا ايه؟ يقولوا السويتش بيتعلم لما حد بيتكلم، صح؟ والسويتش لو كان عارف يوصل هيوصل، ولو مش عارف مش هيتخض، هيفلض لحد ما يجي له رد. الله، شوف الاحساس العالي. الله، صح صح كده للكلام. اصحى تاني كده، السويتش بيتعلم لما حد يتكلم من السور سماك، ولو عارف يوصل كان هيوصل، اما لو مش عارف يوصل مش بيتخض. ليه مش بيتخض؟ يقول لك من الطبيعي ان انا مش عارف اوصل، ده انا في اول حياتي لسه ما اعرفش حد فمش عارف اوصل، بعد خمس دقائق همسح مش عارف اوصل. ده لو طفينا السويتش وفتحناه تاني ده بيبقى جدول فرامات بيتمسح كله، فبيبدا يتعلم من اول وجديد. فبيقول لك طبيعي انا مش هتخض، امال هعمل ايه بقى؟ افلض لحد ما يجي لي رد. قصدي انا اجيب كلمه يفلض لحد ما يجي له رد، يعني اول ما هيجي له الرد من بي هيبطل خلاص يفلض البي. بس خلي بالك هو هيبطل يفلض البي بس، يعني ايه؟ يعني لو ده رايح على سي مثلا وهو ما يعرفش سي، ما هو لازم يديسكفر. يعني ايه برضه؟ يعني مثال جميل قوي تقدر تفهم منه تاني الحدوته دي، سويتش عنده اربع بورتات بس. طب السويتش بيبقى عارف عنده كام بورت؟ طبعا السويتش بيبقى جاي من المصنع عارف ان عنده 100 بورت، 1000، 4000، 4 بس. السويتش بيبقى جاي من المصنع عارف عدد البورتات اللي عنده، ده شيء طبيعي. طيب وبعدين جهاز واصل لسه السويتش مش عارف هو مين، وكمان جهاز واصل لسه برضه السويتش مش عارف هو مين، وجهاز واصل طالما ما اتكلمش السويتش مش عارف هو مين، وده واصل والسويتش ما يعرفش برضه هو مين طول ما اتكلمش. فالماك تيبل بتاع السويتش كان ماله؟ الماك تيبل كان فاضي. وبعدين جهاز اتكلم وقال انا اسمي ايه؟ مين ده؟ فالسويتش اول ما لقى حد بعد يقول انا اسمه ايه؟ قادر تتخيل ان ده ايه وكتب عنده. والجهاز اتكلم وقال انا اسمي بي، فالسويتش تخيل ان ده اسمه بي، عينه لمعت قال لك بس عرفت مكان بي. وجهاز اتكلم وقال انا اسمي سي، السويتش اكتشف ان في حد في الشبكه اسمه سي. فكده السويتش اتعلم كام واحد؟ واحد اثنين ثلاثه. ما اتعلمش الرابع، يعني سويتش لسه ما عرفش مين الشخص الرابع، يعني حتى بص مش كاتب لسه ان ده مثلا اسمه دي. وجت داتا عايزه تروح لمين؟ وجت داتا عايزه تروح لديستنيشن ماك دي. توقعاتك بقى، يا ترى السويتش هيطلع ذكي ويروح محول على البورت المتبقيه الاخيره، ولا تفتكر السويتش هيفلود؟ بص بقى يا سيدي، هيطلع للاسف السويتش هاردوير، شغال هاردوير، فمش فاهم، حافظ. بمعنى ايه حافظ؟ ان عنده دايره بتقول له ايه؟ بتقول له لو مش عارف توصل اوعى تتخض. امال اعمل ايه؟ امال فلد. طب معلش، هو لما السويتش هيفلد مش كده عمل غلطه؟ هيطلع ما عملش غلطه ولا حاجه، بالعكس ده الصح انه كان يفلد طول ما هو ما سمعش رد. ليه ما سمعش رد؟ مين اللي قال لك ان ده دي؟ مش جايز ده يطلع اسمه كيو، يعني مش مصدي. مش جايز يطلع دي واصل على نفس البورت بتاعت بي، يعني ايه المشكله؟ المشكله ان لو انت كنت اتسرعت كسويتش وحولت الداتا على البورت المتبقيه على اساس ان انت عرفت الثلاثه دول، عرفت الثلاث بورتات، يبقى اكيد دي استنتجت اكيد دي على بورت اربعه، فممكن يطلع استنتاج غلط. استنتاج غلط ليه؟ بس ممكن يطلع دي موجود مع بي على نفس البورت، وازاي يبقى اثنين على نفس البورت؟ ملحوظه خدناها المحاضره اللي فاتت وعدناها النهارده، ان ممكن البورت الواحده تبقى اصلا على هب ولا سويتش ثاني وتكون واصله على اثنين. فالسويتش هيعمل ايه ثاني؟ السويتش هيفلد. طب وبعدين؟ لما يجي له رد ويقينا يلاقي ان في ماك ادرس اسمه دي رد، يقول لك بس يبقى دي على بورت كام؟ ممكن عادي دي يطلع على بورت اثنين. فاحلى حاجه في سويتش ان طلع حافظ. ليه؟ طلع ان ساعات الحفظ ممكن يكون اذكى في المعامله. ازاي؟ انه بدل ما يفلد في كل حته، لا سوري، بدل ما كان يطلعها لحته معينه وهو مش واصل، يفلد في كل حته. بمعنى مثلا مينا مثلا ايه؟ مره حصل ان عربيه مثلا لونها احمر، الونش تحت بيشيلها. فطلع لنا حد بينا لك العربيه لونها احمر حد بيشيلها. فمينا قام؟ فانا كده افترضت ايه؟
ان مينا صاحب العربيه الحمراء. طب لما يجي بقى الونش بيشيل عربيه خضراء، الجهاز برضه يطلع مينا هو كمان صاحب العربيه الخضراء، النهارده جايب العربيه الخضراء في ناس دي نفس البورت ممكن تكون معاها عربيه حمراء وعربيه خضراء، بورت اثنين تبقى معاها ماكينه. عشان كده سويتش طلع ذكي في ايه؟ ذكي ان هو حافظ. ازاي؟ هو الحفظ ذكاء، ساعات بيبقى ذكاء انه لو مش عارف مش بيتخض. لو الديستنيشن دي مش في التيبل نوت ان تيبل النون هيفلد لحد امتى؟ لحد ما يجي له. طبعا 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 بالظبط. وفي الاخر ما يعرفش عدد الاجهزه اللي في الشبكه كل ان كل قد ايه، ما جايز كلهم لسه ما اتكلموش نصهم بس اللي اتكلموا، يعني جاي ساعات يطلع شبكه فيها مليون جهاز واللي اتكلموا نص مليون بس، هو عشان كده مش عارف بيعمل ايه. كل ما تيجي داتا رايحه لحد ما اعرفش مكانه ديسكفر، ديسكفر يعني احاول اكتشف. ازاي اكتشف؟ الفلد هو طريقه اكتشاف العدد انه يقدر يكتشف. فعشان كده بنسميها المره دي فلد بحرفنه. ليه بقى؟ الهب كان بيفلد بخرفنه عشان ما عندوش طريقه ثانيه، لكن طلع سويتش المره دي بيفلد بحرفنه اللي هو بينادي في الشبكه، يا جماعه مين اللي اسمه دي؟ لما دي يرد يقول لك عرفت مكانه فين. طيب معلش اكمل لك الجزئيه دي بعد كده اديك فرصه تستفسر براحتك. ليه بقى؟ في حاجه كمان هيعملها سويتش عشان خاطر هو لاير 2 بيفهم مكان، اللي هي ايه دي بقى؟ لو كان الديستنيشن ماك مش انون بقى، لو كان الديستنيشن ماك برودكاست. ايه بقى الماك برودكاست ده؟ ده بيبقى ماك كله افات. معلش يعني ايه كله؟ اول ست حروف افات، ثاني ست حروف افات، يعني ال 12 حرف افات. والافايه الواحده لو حولتها لوحايد وسبار تطلع اربع وحايد. فالسويتش جات له داتا الماك ادرس بالونز والزيروز كله ونات. طيب وبالهكس ديسمال اللي هو كله افات. يا ترى السويتش هيتصرف ازاي؟ يعني ادي سويتش حلو، ادي بورت واحد، بورت اثنين، بورت ثلاثه، بورت اربعه. بورت واحد فاصل على جهاز اسمه ايه؟ يتكلم. بيتكلم. سي تكلم. دي تكلم. ماشي مش هي دي النقطه بقى. ده جات له فجاه الداتا بقى على ديستنيشن ماك مختلف اسمه ديستنيشن ماك افات. السويتش عشان لاير 2 فاهم ماكات، كلمه لاير 2 ديفايس معناها ات اندرستاند ماك، هو فاهم ماكات، ففاهم ان الماك اللي بيبقى كله افات ده ماك مخصوص. مخصوص ليه؟ لكله. بمعنى ايه لكله؟ فاهم ان ده كده اسمه برودكاست، والبرودكاست يعني المفروض تو مين؟ تو اول، مش لمجموعه، تبقى للكل. فالسويتش هيقول لك ومال طالما احنا كده كده انا لان سويتش. يعني ايه لان؟ هو شبكه محدوده. لسه نشوف اللان سويتش هيتصرف ازاي في حركه زي دي. بس خلينا الاول في اللان سويتش، لسه بنبني شبكه جوه لان. هيتصرف ازاي؟ هيفلد. طب حلو، يبقى كده السويتش لو جاله برودكاست بيعمل فيه ايه؟ بيفلد. بس المره دي بيفلد صح، يعني هو قراره كان صح. ليه؟ هو طلب منه كده، قال له لو سمحت عايزينك توصل الداتا للكل. عينيا اروح مطلعها من كل البورتات عشان اوصلها للكل. طيب نوت ناخدها معلش على سويتش بعد الحته دي. نوت دي الصبور اللي فاتت كانت نوت اي وبي وسي. بتقول ايه نوت دي؟ بتقول all devices on a switch، كل الاجهزه اللي واصله على سويتش are in the same broadcast domain. يعني ايه الكلام ده؟ اكررها لك تاني اشرح لك معناها. all devices on a switch، كل الاجهزه اللي على سويتش are in the same broadcast domain. كلمه broadcast domain معناها حيز اذاعي واحد. حيز اذاعه يعني ايه؟ كلمه دومين معناها منطقه اريا للاذاعه واحده. معلش يعني لما واحد يبعت برودكاست كل اللي هيوصل لهم البرودكاست بتاعه بنسميهم ان هم في نفس حيز الاذاعه. بص هي كلمه قديمه شويه كلمه برودكاست دومين، الجديد بتاعها دلوقتي نشيلها دلوقتي نحط مكانها كلمه لان. يعني بنقول ان كل الاجهزه اللي واصله على اللان سويتش اكيد ار ان ذا سيم لان. طب معلش عشان نفهم اكتر نقارنها بمين؟ تعال نقارنها بحاجه اسمها الهب. all devices on a hub، كل الاجهزه اللي على هب مالهم؟ are برضو in same LAN. مش كل الاجهزه اللي بتبقى على هب، الهب ده ما عملوش منه اصلا في الوان. are in same LAN، are in same broadcast domain. يعني ايه برضو؟ يعني كل الاجهزه اللي واصله على الهب ممكن يبعتوا لبعض برودكاست. معلش يعني نكبر الموضوع شويه اكتر، يعني رسمه زي كده كمبيوتر اتنين ثلاثة متجمعين على سويتش. طب وبعدين؟ والسويتش ده واصل على سويتش تاني، وبعدين السويتش التاني عنده جهاز اتنين ثلاثة أربعة، دول كلهم نفس اللان. طول ما احنا ما حطيناش راوتر هنفضل لسه موجودين في اللان. يطلع الجهاز الوحيد اللي طلعنا من اللان للوان هيبقى اسمه راوتر. ليه؟ عشان هنكتشف ان شاء الله مع الاسبوع الجاي ان الراوتر بيبقى فيه كروت تزق داتا مسافات بعيده، كروت اسمها الويك مش النك، فلازم يبقى في راوتر عشان يخرجك من اللان. لكن طول ما احنا سويتشات وهبات
احنا كده جوه اللان. طيب ايه السؤال بقى؟ السؤال لو خرج برودكاست من الكمبيوتر دوت سويتش هيعمل ايه في البرودكاست؟ طلع ان السويتش بيعمل ايه في حاله البرودكاست؟ طالما حاجه عايزه تروح لاول السويتش ويل فلود. يعني السويتش هيعمل ايه في حاله البرودكاست؟ هيفلود. يعني هيفلود يعني السويتش هيروح مطلع داتا كده يروح مطلعها كده ويروح مطلعها كده. فالسويتش هيعمل ايه؟ يروح مطلع داتا من كل الاتجاهات. البرودكاست ده كده راح لمين؟ البرودكاست ده راح للسويتش اللي بعده. طب ما هو برده السويتش اللي بعده لو لقى ده ماك ادرس افات يعني برودكاست هيعمل ايه؟ برودكاست يعني يطلع الداتا من كل البورتات بلا استثناء. يعني كل البورتات ما عدا طبعا اللي جت منها هيطلع داتا من كل البورتات. طيب كده وصلت للهب. الهب كده كده موقفه ثابت. والله ده كان برودكاست ما كانش برودكاست كان كده كده اساسا هيفلد. هو بيفلد على طول الخط. طب معلش هو كده البرودكاست ده مين استقبله؟ اصل كل اللي استقبلوا البرودكاست ده بنسميهم انهم مع الشخص ده في نفس البرودكاست دومين نفس اللام. مين اللي استقبل البرودكاست بتاع الجهاز ده لو ده اسمه ايه مثلا؟ مين استقبل البرودكاست ايه ده وده 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 وده؟ يبقى خلاص هنبروز دول كده كلهم ونقول ان كل الاجهزه اللي استقبلت البرودكاست ده في نفس منطقه الاذاعه سيم برودكاست دومين. ودي حاجه حلوه ولا وحشه؟ هي لا حلوه ولا وحشه، هي بس وصف لمين؟ وصف للشبكه. ان في الاخر كل الاجهزه اللي عندها هبات او عندها سويتشات يبقى الاجهزه دي كلها في سيم برودكاست دومين. هتفرق معانا في حاجه طبعا، هتفرق قدام كتير قوي قوي في الكورس بقى لما نتكلم بقى عن حته الكلاود والداتا سنتر. نطلع ان في الكلاود والداتا سنتر لازم نقسم نفسنا لكذا برودكاست دومين وكذا فيرتشوال لان في لانز واختراعات كده. فايه لسه هتبان اهميه الكونسبتس دي بس قدام. يعني خلينا لسه في البدايات وهنحتاج من البدايات دي ايه قدام سيبها عليا انا. طب نختم بس السبوره دي عشان عايز تسال بقى انت بقالك كتير ما سالتش وده شيء اكيد مؤرق اللي هو ايه بقى. نختم ان السويتش كده لو جاله ديستنيشن ما يعرفوش بيفلد، ولو جاله ديستنيشن برودكاست برده بيفلد في حاله ثالثه واخيره هيفلد برده فيها سويتش لو كانت ديستنيشن ماك مالتي كاست. ايه مالتي كاست ده؟ بصوا مالتي كاست ده انك انت عايز تكلم مجموعه. هيطلع دايما قانون من الاي تريبل اي ان لازم لو عايز اكلم مجموعه مش الكل ومش شخص لازم الماك ادرس بتاعهم بيكون بدايته كده 0 1 0 0 5 اي وبعد كده اي احتمال معانا عادي. كم احتمال معانا؟ احنا معانا 16 مليون 777 216 احتمال. يعني احتمالات كتير قوي. ماشي السويتش بقى هيتصرف ازاي لو لقى داتا جت له بالماك ادرس اللي بدايته كده؟ هو السويتش فاهم الماك؟ طبعا. امال هو لايرته ازاي؟ يعني فاهم ان ده ماك اسمه مالتي كاست؟ امال. طب هيتصرف ازاي؟ هيطلع السويتش هيتصرف ازاي لما يلاقي الماك ادرس مالتي كاست؟ طب نرسم سويتش. وايه كمان؟ هي بالظبط بتبقى حاجه ريليتد للابلكيشن بالظبط. يعني في الاخر اللي مسطبين نفس الابلكيشن ليهم نفس المالتي كاست ده صح. فهيطلع ايه؟ لو الجهاز ده اسمه ايه؟ والجهاز ده اسمه بي. والجهاز ده اسمه سي. والجهاز ده اسمه دي. طب وبعدين اللي حصل ان في مثلا A و B و C مسطبين ابلكيشن مخصوص للمالتي كاست. فبقى ايه؟ ماله؟ اسمه كمان W. ايه W ده؟ يعني الترميزه ان ده بدل ما نقعد نكتب 0105 اي هنقول W. طب ولما B سطب نفس الابلكيشن بقى اسمه W. ولما C سطب نفس الابلكيشن يبقى اسمه W. طب ودي ما سطبش الابلكيشن دي ما يعرفش حاجه اسمها W. طب لما الابلكيشن دي تبدا تبعت اي داتا، بابجي بتبعت داتا، زوم بتبعت داتا، تبعت داتا لمين؟ لمجموعه مش عايزها للكل، عايزه تبعت لديستنيشن ماك بتاع المجموعه دبليو. السويتش بقى هيتصرف ازاي؟ السويتش هيقول لك بس بتاع المالتي كاست دول بيجوا على دماغي، ليه؟ يقول لك شويه يبقوا ثلاثه، شويه يبقوا اربعه، ازاي؟ مش في زوم ممكن تلاقي احنا شويه نبقى 20، بعد كده شويه واحد يطلع من السيشن يبقى هنا 19، شويه اثنين ثانيين يخشوا يبقى هنا 21، واحد يروح داخل بموبايلين ولا بموبايل لابتوب يبقى هنا 24، اربعه يخرجوا ونرجع ثاني 20. السويتش يقول لك انا مش هقعد ايه اجري وراهم. فبيتصرف ازاي؟ اول ما الاقي الداتا جايه على ديستنيشن ماك 0105 اي الايسج بتاعت الفورورد حافظه ايه؟ لو الديستنيشن ماك كان افات هفلد، كان انون هفلد، كان 0105 اي برضه هفلد. طب وبعدين؟ انا كده عملت فلد خليت كله يشوف الداتا؟ لا هو مش كله بيشوف الداتا، هو اللي فاتح الابلكيشن وبيجوين معانا هو اللي هيشوف الداتا. يعني مين هيشوف الداتا؟ اللي مسطب الابلكيشن. مين هيشوف الداتا؟ اللي مسطب بتاع ده. عشان مش مسطب الابلكيشن مش هيشوف حاجه. فالقصد ان كده هو انا عملت فلد صحيح، هدفي ايه كان من الفلد؟ هدفي ان انا اوصل الداتا للكل.
اه بس مش كله هيفتح. مين اللي هيفتح داتا ويشوفها؟ هيفتح داتا ويشوفها اللي مسطب التطبيق ده. بس سيبك من التطبيقات لان احنا لسه ما خدناش امثله على مالتي كاست ولا تطبيقات. احنا هناخد في الكورس على فكره بروتوكولز كتيره هنشوفها في المعمل كمان، بروتوكولز في الشبكه وتشتغل مالتي كاست. لكن اللي احنا عايزين نركز فيه دلوقتي هو معلش السويتش كفورورنج، فقره سبورت النهارده. السويتش بيفورورد ازاي؟ هيطلع ان السويتش بيوصل لو عارف، والسويتش هيفلود امتى؟ اف الديستنيشن ماك، لو كان الديستنيشن ماك بصوا ايه؟ بوم. طب معلش تفتكرها ايه ببوم دي؟ انا عايزك تفتكر بس يعني خلاصه السبوره دي هي الجمله اللي في المربع ده، ان السويتش هيفلود لو كان الديستنيشن ماك بوم. ايه بوم؟ بيب برودكاست. والام اكيد الام هتطلع مالتي كاست. امال اليو هتطلع ايه؟ اوعى تقولي لي كاست، تطلع النون. النون بمعنى ايه؟ النون لو كان الديستنيشن ما اعرفوش، انا كان الديستنيشن ما اعرفوش، لكن اليونيكاست العادي، اليونيكاست العادي لا هيوصل. يعني لو سويتش الداتا رايحه لحد معين هو عارفه لا هيوصل. امال السويتش بيعمل فلود امتى؟ لو كان الديستنيشن النون او برودكاست او مالتي كاست. اما لو كان الديستنيشن يونيكاست نون يعني حد معروف، طب ما هو لازم كان يوصل بحرف انا. طب ما فيش تحسين للكلام ده؟ في طبعا تحسين للكلام ده، يعني ممكن نحسن اداء السويتش اكتر من كده. ده الاساسي بتاع سويتش، ده سويتش ابو 50 جنيه يعرف يعمل الكلام ده. لما نتكلم في سويتش ابو 750 الف دولار ده يعملوا له ايسك يخلوه ما يعملش فلودنج للمالتي كاست، ده يعملوا له ايسك يخليه يقسم الفلودنج بتاع البرودكاست لو شايف ان الفلود ده هيبقى مؤذي او غيره. لسه هناخد في الكورس قدام كتاب بوك 2. بوك 2 ده نصه راوتنج ونصه سويتشنج. يطلع في النص بتاع سويتشنج ممكن نعمل حاجه اسمها فيرتشوال لاندز ونخلي البرودكاست ما يوصلش لكل الناس لو عايز. هيطلع ان في حته كده اسمها مالتي كاست، انك انت ممكن تعمل اي سايمنت كاست تخلي السويتش بدل ما يفلد المالتي كاست ويأذي كل في الشبكه يعرف يبعت ساعات المالتي كاست لبقيه الناس. بس خلينا في الاساسيات، يعني ايه؟ يعني خلينا ان ده البيزكس. بقول لك ايه، ده احنا لو خرجنا عن البيزكس باشمهندس ممكن يقول لك ان في سويتش شافه لير 3 سويتش، يعني شاف سويتش بيفهم لحد لير 3، انا شفت سويتش بيفهم لحد لير 4، يعني في اختراعات ثانيه. فاحنا لسه بنتكلم في ايه؟ دي الاساسيات، وهتسير في الانترفيو على الاساسيات. طب وبقيه الاختراعات ستاتي طبعا في الكورس، يعني ايه؟ يعني ايه لير 3 سويتش وازاي يعملوه؟ اطلع بقى ليه اهميه؟ يعني ايه نخلي البرودكاست ما يتبعتش في الملت في حاله ال... في حاله السويتش ما يخليش الفلاد يحصل في حاله البرودكاست مالتي كاست. لسه هنحكي برضه ايه عن الاسباب، بس خلينا الاول ايه نرسخ الاول اساسيات، ان السويتش لو عارف يوصل ولو مش عارف مش بيتخض، بيفلد لحد ما يجي له رد. لو حاله البرودكاست بيفلد وفي حاله المالتي كاست برضه بيفلد، فدي الحالات اللي السويتش بيفلد بيها عليها هتلاقي سؤال في الامتحان. معلش انا اسف، سؤالين في الامتحان النهارده. معلش عايزك وانت ماشي ما تنساش تاخد الشيت، حط لك نسخه منه هنا لان الصبح نسيت اديهولهم. هبعت لكم على الجروب الشيت سوفت كوبي. احنا عاملين الناس كل حاجه كده ليه؟ في ايه؟ فهتلاقي في سؤالين مهمين قوي. السؤال الاولاني يقول لك لو عندك سويتش واصل عليه اربع كمبيوترات دول كام برودكاست دومين؟ سويتش واحد واربع كمبيوترات، ما ده 1 برودكاست دومين. يعني هو سويتش واربع كمبيوترات، يعني لا في راوتر ولا غيره، طب ما دي نفس اللان، يبقى 1 برودكاست دومين. فتاني السؤال يقول لك سويتش عليه اربع كمبيوترات، يبقى دول كام برودكاست دومين؟ دول واحد. بس عادي لما تلاقي السؤال محور، انت عارف هتلاقي السؤال بالظبط عامل ازاي؟ هو عايز يصعبها عليك، هيقول لك جبنا سويتش وضفنا عليه ثلاث كمبيوترات، وبعدين نفس السويتش ضفنا عليه كمبيوترين. يا عم ما تقول ان هم خمسه من الاول وتخلصنا. يقول لك تفتكر دول كام برودكاست دومين؟ واحد. يعني برضه ايه واحد؟ فناس دي الاسئله بتيجي ساعات ايه؟ عايز يجود، عايز يحط التاتش بتاعته. يقول لك وانا اجيب له السؤال كده اقول له سويتش كام برودكاست؟ ما هو معروفه، انا توهه. اقول له سويتش حطينا عليه ثلاث كمبيوترات، وبعد كده سويتش حطينا عليه كمبيوترين، فيقعد يفكر في رقم خمسه فيجاوب خمسه. في الاخر يقول لك طب ايه البرودكاست دومين؟ ما هو دي نفس اللان، الخمسه دول في نفس اللان، هو 1 برودكاست دومين. السؤال الثاني يقول لك السويتش بيفلد في كام حاله؟ هتلاقي فيه ثلاثه تشوز 3، يعني هيقول لك يقول لك في راسه يقول لك اختار ثلاثه. تلاقي في وسط الاختيارات الانون والبرودكاست والمالتي كاست. طيب عايزك تاخد صوره في السبوره وعشان ما انساش هطلع لكم الشيت هنا، بس اوعى تاخده دلوقتي، خده وانت مروح. ليه؟ لان اول ما الناس بتاخد الشيت بتقعد ايه؟ عايزه تحله. لا مش عايزين نحله انت هنا، عايزين تحله الاول لوحدك، وبعد كده المره اللي جايه انا بديك الحل. او كده كده لما ابعت لك السوفت كوبي، سوفت كوبي بتخش على سيرفر بتاع جوجل هتلاقيه بيقدر يصحح لك، يعني مستعجل على الحل هتلاقي سيرفر جوجل نفسه هيصحح. بس حضرتك بعت الشيت قبل كده على الجروب صح كده ولا؟ في فايل وورد كده 15 ميجا كان مربوط على الجروب قبل كده. معلش ايه هندسه؟ فايل وورد بتقول؟ هو ده الشيت اللي حضرتك بتقوله ولا في حاجه ثانيه؟ الشيت لا 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 بص الشيت بتاع الشرح، يعني احنا بنسمي الشرح كتب مش هنسميها شيت، وهنسمي الشيتات
اللي هي المسائل. يعني انا عارف ان انت فاهم المصطلح يبقى شيت اللي هو ايه الكتاب اللي بنشرح منه. لا اللي انا بعته لك ده الكتاب اللي بنشرح منه، لكن الشيت عباره عن ايه؟ اسئله وبتجاوبها، والمره الجايه بدي لك الاجابه بتاعتها. يعني هم هياخدوا النهارده الحاضر، وانت لو جيت برضو اللاب هبقى بعرف مثلا وش وظهر. 10 اسئله هي إيه انك بتلمع 10 اسئله على الـ على الـ على الجزء بتاع محاضره لحد النهارده. كله مالتيبل تشويس، لا في سؤال من اسئلتهم في اثنين دراج اند دروب وصل، ففي سؤالين توصيل بيجي في الامتحان. الامتحان بيجي فيه 100 سؤال تقريبا مالتيبل تشويس وخمسه دراج اند دروب، 105 دلوقتي. يبقى اللي على الجروب ده حاجه ثانيه بقى غير الشيت حته بتبعته. اللي على الجروب، اللي على الجروب اللي انا ببعته دايما يا اما لينكات المحاضرات، يا اما لينكات المحاضرات، يا اما الكتب نفسها. لا هو حتى لو قلت لي اسمه ايه، لو قلت لي الملف اسمه ايه اللي انا بعته على الجروب اقول لك ده بتاع ايه. انت بسال الجروب على الجروب، حضرتك رحت الجروب هتلاقيني بسال هو مش هو ده الشيت انا يعني. كده ايوه يعني انت بعت، استنى ابص عليها يا هندسه حالا بعت لكم الشيت بالمره. لا ده اول مره يجي الليل. مينا بقى عرفك دي هنا. طبعا طبعا، عشان كده ايه بقى مضطر ان احنا نعمل ايه دي لانز عشان نقلل الاوفرلود دوت، وهنعمل حاجه اسمها مالتي كاست اي سي عشان نقلل الاوفرلود ده. ففعلا هيطلع السويتش، بص لما اخترعوه زمان كان بيشيل كام جهاز يعني 24 50 مش كتير، دلوقتي بيشيل نص مليون جهاز، فده كده اوفرلود. عشان كده هنضطر بقى نقسم ايه، كل ما يزيد الاجهزه عن 200 هنعمل حاجه اسمها فيرتشوال لانز. طب مش هتقول لك يعني فيرتشوال لانز دي في الشغل؟ لا ده الشغل مش ايه ده على طول من غير في لانز الدنيا هتقع طبعا. طبعا ليه بقى؟ هو بيبعت لكل الناس تمام، بس لما هم هيردوا ازاي؟ الواحد بيرد بالماك بتاعه، يعني بيه هيقول لك ايوه انا بيه، مين كان بيكلمني برودكاست؟ سي هيرد، هيبدا يتعلمهم كلهم ساعتها. سي برودكاست مين معناها؟ نفس المنطقه اللي ممكن يبعتوا فيها بعض برودكاست. يعني احنا لما هنحط راوتر، الراوتر ما بيخرجش البرودكاست. فلو في كمبيوتر على شمال الراوتر وكمبيوتر على يمين الراوتر ما بيستقبلوش من بعض برودكاست، كده مش سيم برودكاست دومين. لكن لو في كمبيوتر على شمال السويتش، كمبيوتر على يمين السويتش، ينفع يبعتوا لبعض برودكاست ليه؟ السويتش بيبارك البرودكاست. الراوتر لا، هيطلع بيرمي برودكاست. الراوتر عمره ما يعدي البرودكاست. ليه بقى؟ لان احنا بنقول ان البرودكاست دومين جوه نفس اللان. فالراوتر هيطلع لا ده بيوصل لانات مختلفه عن بعض. ماشي انا لسه شايف البوست، لقيت رساله مكتوبه. مين؟ يونس. بص ده 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 الدمب بقى مش الشيت، ده بيسموه الدمب. الدمب ده اللي هو ايه؟ ده الاسئله اللي بتيجي في امتحان سيسكو كامله. لكن احنا بنعملها دي على جزء. تمام، ده اخر ضم ده هندسه؟ ده بس هيتغير قريب. هيتغير بعد 7 ايام. فلو عايز تستنى جديد احسن، انا مش عايز عارف تحرق مجهود في الضم ده، استنى ممكن لما ينزل جديد احسن. تمام. طيب ايه تاني كنت عايز اقوله لك؟ الكتب بتاعتك جاهزه. معلش الراجل بتاعك جه المره اللي فاتت، بس كان في اول كتاب كان خلصان. يعني كان بيت الكتب موجودة بس أول واحد كان خلصان، فأنا جهزت لك الكتاب. طب هو خد الباقي كتب الثاني؟ ساعتها تاني عنا إن هو خالص، لما إيه قلت له الكتب ناقصة وبتاع، لي طب خلاص هبقى أجي تاني. أنا ساعتها حتى قعدت أدور عليك أونلاين موجود، لا كنت أنت ساعتها مش حاضر أونلاين. صح يونس اللي بيكلمني صح ولا أنا غلطان؟ أنا مظبوط صح. طيب لو حتى لو هو جه تاني أنا خلاص مخزن لك الحاجة على جنب، مش هسلمها لحد تاني غير لما يبقى من طرفك، أو لو جيت أنت اللاب برضه عادي. تمام. انت بره مصر؟ لا انا في مصر. طب كويس كويس، عارف في اي وقت برضه هتبعته او هيجي انا هحط لك الحاجه على جنب خالص. هو كده جاهز مثلا لو جاهز لو دلوقتي لو دلوقتي بكره مش جاي، بس انا 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 الخميس ما بجيش، والحد والثلاث والجمعه باجي من الساعه 8. تمام. سبت واثنين واربع ببقى موجود من 4. حد وثلاث وجمعه؟ حتى الجمعه من 8، لكن سبت واثنين واربع معاد الكورس ببقى موجود من 4 عادي. تمام يا هندسه. اوكي ماشي يا هندسه. طيب عايز ابعت لكم الشيت.
طيب الشيت الناس اللي هيوصلها اونلاين ده عباره عن لينك. حلو، هتخش على اللينك اوكي، ده تبع جوجل يعني سيرفر تبع جوجل، حطينا عليه الاسئله، هتبقى شيت 1 ماشي، شيت رقم 1. نيكست، اسمك ورقم موبايلك، انت فاكرها سهله ولا ايه عشان نطلع نتيجه. نيكست، اه لازم احط الاسم احمد نبي. نيكست، بعدين بقى انا بعسف نفسي، وبعدين بقى دودو. نيكست، بس انت تكتب حاجه صح. ها، اول سؤال، وات از ذا فيرست 24 بيتس ان ايماك ادريس كولد؟ نيك، بي اي اي او يو اي في في او يو اي، تختار كده. نيكست، في الاخر هيروح مطلع لك الاسئله الصح والاسئله الغلط ويقول لك الاجابه الصحيحه كانت غلط، ايه يديك درجه عليها حبيبي. شغل فاخر، شغل فاخر. طيب برضو الناس اللي هتبقى عايزه الشيت ملون، ابعت لك معلش الشيت ملون برضو، لو مش يعني اللي هياخده مطبوع هيبقى بيتضايق من الصوره. شيت 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 سي سي شيت شيت شيت، ادي الشيت يا سيدي. اوب، بعت الاجابات. اه طبعا، بص انا بشوف بس الفرحه في عيني هتبقى عامله ازاي. ايوه بقى كده. لا لا، في بتاع ثلاث اسئله رخمين فيه، هم 10 اسئله تلاقي سبعه سهلين وفي ثلاثه كده انا نفسي بستوبخهم، الانجليزي بتاعهم غريب، بس في الاخر اذا كان الانستراكتور نفسه مستغربهم فانت عادي ما تستغربوش. يلف بيسأل لفات عجيبه طبعا اكيد. معاك يا باشا، قول لي ايه سؤالك. ماشي، البورد الصغيره خالص ولا الكبيره؟ بورد، يا سلام، تعالى بقى نجيب البورد. يا خبر ابيض، طبعا هيشلني هتموتني. نسأل في البورده. ماشي، اتفضل يا سيدي. خمسة، اه اقل واحد خمسة، اقل واحد خمسة. لا، كل واحدة، كل واحدة من دول ده اسك. لا ده اللي مين الليرنينج؟ دقيق قوي. ايوه طبعا، مش لازم تعرف ان ايدك اليمين ولا ايدك الشمال، اصل المشكله ان البورد سويتش تاني هتلاقيهم اتعكسوا. انا جايب لك الداتا شيت بتاعت البورده دي عشان انت لما تسالني، عشان خاطر لما اجاوبك اجاوبك بثقه، لكن انت ممكن تلاقي في سويتش تاني للبوردات مقلوبه. ممكن انت عندك سيسكو عندها 30 موديل سويتش غير جونيبر، غير هواوي، هو اللي بيكون مكتب. لا، الفوروردنج اسيت بقى بيستخدم الماك تيبل عشان يوصل، بمعنى لو عارف الماك تيبل عارف ان ايه فين وبي فين، بيفتح اسلاك جوه. يعني الفوروردنج اسيت بتعمل ايه بالظبط؟ لسه السبورتين كمان، خلي بالك ان دي السبوره الثانيه، الاصل اربعه. لا، انت مش ماك تيبل، بتعمل اسلاك التوصيلات، ولو مش عارف اتوصل بتعمل فلود تطلع لكل موديل. ماشي، يعني فلود حلو ماشي، بس يعمل يوصل مثلا اي سي بي، حصل يعمل ريموف دي مثلا، لو يبعت دي في سي يعمل ريموف. صح صح صح، مظبوط. مش الاجهزه نفسها اللي بترموه. تمام ايوه ماشي، بس السويتش بيفلد مره، الهب بيفلد على طول يعني، فلد الهب بيفلد كل مره، لكن السويتش بيفلد ساعه مره عشان يتعلم يديسكفر، بعد كده يبدا خلاص يشتغل عادي من غير فلد. يعني بنسميه بيفلد بحرفنه لغايه لما يبني الجدول، بس بنسميه سويتش بيفلد لحد ما يجي له رد. اه مش كل الباكيتات، باكيت واحده في الاول كده تسخين، هوب قفشت طرفي الحديث، ابطل افلد. اللي هي بقى الاي سي كي الثانيه اللي جنبها دي. إيه؟ حلو، قلت ايه عنه؟ طبعا طبعا طبعا، هو مالتي بورت ريبيتر. صح، اه امال ايه؟ هو اصلا ده لسه ده الفائده الوحيده للهب، يعني الهب في الاخر هيخلي الناس تعمل كوليشن مع بعض، والفائده الوحيده ليه ان هو يقدر يقوي الشبكه، يزود لك المسافات 100 متر كل ما تزود هب. لسه مينا بيسال، لا لسه مينا بيسال، لا 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 انا شايف تاخد راحه احسن لك، ان مينا بيقول لي ايه؟ اديني الايسيهات بالترتيب كده، كل ايسيه بتعمل ايه؟ انا قايل لك الداتا شيت جاهز يا مينا، قول لي. يعني هو
سويتش هيطلع. بص اي جهاز بعد كده كهرباء بقى بيلت ان جواه ريبيتر قوي شبكه. فالوايرلس اكسس بوينت جواه ريبيتر دي بورت كروت الفايبر. دي كروت الفايبر والايس هات جوه بقى. يعني اي جهاز دلوقتي هنا صح الكونكتور بيتفك. بس دي تشيل دي دي بس عشان خاطر التراب. دي حمايه من التراب لان عارف عدسه الليزر لو اتضربت هتتسد. فبس بالظبط كده اهي دي مفتوحه هنا تقدر تدخل الكابل بقى الكونكتور تركبه جوه. يعني الكونكتور بيبقى في الكابل نفسه يعني ار جي في الكابل تركبه هنا بيركب على طول. مال ماشي لا براحتك. اي لازم اي جهاز دلوقتي الكتروني بقى حاطين بالريبيتر. ليه بقى؟ هم بطلوا خلاص يصنعوا الريبيترز اللي هي باسم الريبيتر عشان بقى بيحطوها جوه كل الاجهزه الثانيه. بقى في منقوي اشاره جوه كل جهاز. سويتش النكسس طبعا طبعا مريم طبعا طبعا كل السويتشات سيسكو ونكسس اتش بي. اي سويتش اي بريدج اي هب اي مودم اي راوتر في ريبيتر جوه. هو ايه دي بورده من سويتش. يعني بص السويتش ده بيتفك ويتركب له كروت. يعني دول الكروت بتتفك وتتركب. ده سويتش اصغر موديل اصغر كارت كان راكب فيه وانا شلته عشان طلع بس مش شرح عليه. الكارت كان بورد قصدك ولا ايه؟ الكارت اقصى حاجه ليه اهو ده اكبر كارت بالدايمنشنز الستاندرد 48 بورت الفتحه الواحده. يعني الكارت الواحد ده كده كارت ده كده كارت تاني اقصى كارت 48 بورت حاليا ولا لا حاليا لسبب يعني مساحه البورت قد ايه اهي. فالمفروض ان الستاندرد في المقاس بتاع الصف يبقى ده الحته دي كده. ده الدايمنشنز دي يعني كم متر طول في كم متر كم سنتي متر كم سنتي طول في كم سنتي عرض. هم دول باشا وي الايه تاني؟ البي دي يو بتاع الفيزيكال لاير بتاع فيزيكال لاير بي دي يو بيتس والسويتش البي دي يو الفريم. معنى يعني كلمه بي دي يو وحده قياس الداتا. فالكابلات البي دي يو بتاعها بيتس السويتشات البي دي يو بتاعها فريم. طبعا برافو عليك. ما طبعا النقطه في ان في الاساس كله بيتكون بيتس حتى الداتا بتكون بيتس بس مجموعه بيتس على بعض بيتقروا ازاي؟ يعني سويتش ما بيقراش البيت بيت السويتش الايسك بتاعتنا بتقرا مجموعه بيتس على بعض. فبنقول طب يبقى ايه اليونت بتاعت الداتا اللي بتتعامل معاها سويتش؟ دي بقى معنى كلمه بي دي يو. بتطلع مثلا الراوتر بيتعامل مع الباكت يعني مجموعه البيتس اللي يقدر يفهمها على بعض مش بيت باي بيت ما يفهمش بيت واحده لازم مجموعه بيتس تسميها باكت. سؤالك يا مصطفى هل هتنام مننا فلازم ايه نخش على السبوره اللي بعديها هتحاجج بيك ولا ايه؟ يعني بص هم مش لاقيين حاجه يسالوها فبداوا ان هم يطلعوا البورده ويسالوا ايه طب اقصى عدد بورتات في الفتحه كام؟ يعني عارف اسئله ايه وجوديه غريبه. يعني بالظبط كده. قول لي اديني السؤال الجميل بقى. فريم في سويتش طبعا انا بقول كده برضه انا بقول كده برضه اريح اللي الفريم اللي كان في كاردو ده كده زي اللي بيسموه فريم فريم اللي هو بس كاتب على ايه انت قلت لي نوعين اللي اقول لك عليهم طبعا ايوه اهي 2 على 1 2 على 2 2 على 3 تبقى الارقام كده 3 على 1 3 على 2 رقم السلوت بيسموه رقم السلوت على رقم البورت بس في السنترال بيسموه رقم الفريم على رقم البورت طبعا. يعني واحنا حتى من كونفيجر هنقول له ايه عايز اكلم الانترفيس فاست ايثرنت 2 على 1 يبقى دي 2 على 2 دي 2 على 3 2 على 4 3 على 1 3 على 2 صح هتبقى كده على لازم الرقم الاول الصف ثم العمود يبقى دايما رقم الصف ثم العمود رقم الفريم في الاول الاكبر هو الفريم البورت جوه ايوه بقى ايوه كده يا مصطفى عالمي عالمي امسح بسرعه قبل ما يسالوا تاني حد من الاونلاين طيب صاحي معانا عايز يسال على حاجه باشمهندس ايوه اديني هو يعني هو لو الراوتر مثلا لو السويتش فضل يفلد مثلا ده معناه ايه مثلا يعني لو فضل السويتش يفلد ممكن يكون الماك تيبل بتاعه والرامات بتاعتها باظت فده نوع من انواع على فكره ساعات الاتاك يعني ممكن يطلع في اخر حد عمل اتاك يا مالك الماك تيبل يا اما بوظ لك الرامات فلما يبوظ الرامات
هتلاقي سويتش مش عارف يسجل حد، فعارف عمال يفض على طول الخط، عمال يفض بس للاسف. ويلكم يا هندسه، بس دي حصلت معاك او حاجه ولا ايه؟ لازم تغير فيها سويتش. انا كنت قريتها في كتاب النتورك قبل كده يعني. دي كده ممكن تبقى بيسموها حصل له ماك تيبل اوفر فلو، هناخدها على فكره في الكورس حته السكيورتي، ايه الحاجات اللي ممكن تبوظ السويتش. فانك انت الماك تيبل يتملي ويحصل له حاجه اسمها ماك تيبل اوفر فلو، ده ممكن يملى الماك تيبل ويبوظ لك السويتش، يخليه يقعد بفلود بس، او ان الرامات بتاعت السويتش تبوظ. نسميها بيقلب السويتش ابو ملايين لهب ما يسواش ملايين، ان السويتش ابو ملايين ممكن يقعد يفلود بس، فكده بقى كانه زيه زي الهب للاسف الشديد. وده نوع من انواع ساعات الاتاك اللي بنسميه دينايل اوف سيرفيس اتاك، دوس غير دي دوس، في دوس وفي دي دوس، في اثنين. طيب السبوره الثالثه بنحكي فيها عن ايه؟ بنحكي لسه فيها عن الفوروردنج، اللي هي مسؤوليه اي سي هي بتبص على الديستنيشن. طيب جمله بقى بتقول ايه؟ فوروردنج از دان، يعني الفوروردنج بيتعمل يوزنج حاجه اسمها مايكرو سيجمنتيشن. يعني ايه مايكرو سيجمنتيشن؟ يعني اسلاك داخليه هو قلب سويتش مايكرو، اسلاك داخليه مايكرو. لما تيجي نرسم كده سويتش ونشوف من جواه الاسلاك الداخليه دي ازاي بتشتغل، بص بقى يا سيدي، ادي سويتش. طيب وفي على شماله جهاز اسمه ايه؟ والجهاز اسمه بي. والجهاز اسمه سي. والجهاز اسمه دي. وبص في الاخر خالص يطلع بقى الاسبوع الجاي كله بنتكلم على ايه؟ ان كل دول متجمعين ليه على سويتش؟ ستار توبولوجي. عشان بعد كده السويتش يعمل ايه؟ يخرجهم على راوتر. طب انا ليه عايز اخرج على راوتر؟ عشان راوتر بيبقى عليه كروت فيها دواير مش ايثرنت، دي اس ال بقى وفيرمي ان بليس وحاجات كتيره تزق الداتا مسافات بعيده، بس تزق لك الداتا مسافات بعيده، فاوصل لمين؟ اوصل لفرع شركتي البعيد. طيب بص بقى، احنا لو هنوصل دلوقتي الكمبيوترات والراوتر على السويتش لازم نوصلهم بكابل، اسمه ايه الكابل؟ كابل اسمه يو تي بي، اللي هو شكله عامل ازاي الكابل ده؟ حته هي منه. مين خلص الاسئله على فكره؟ طيب هو كابل، الكابل اليو تي بي اللي هو راكب فيه ار جي. طيب فهنعمل ايه؟ هنجيب كابل وهنوصل ما بين الكمبيوترات وما بين السويتشات. كابل دي تقريشته تبقى ايه؟ بص الصح، طالما دي تي اي ودي سي اي يعني جهازين مش من نفس النوع، يعني دي تي كمبيوتر، يعني دي سي اي سويتش. طالما جهازين مش من نفس النوع فنوصلهم بتقريشه اسمها ستريت. يعني ايه ستريت؟ اوصل هنا اللون البرتقاني، ترتيبه في الناحيه الثانيه نفس اللون برتقاني، يعني ايه؟ بدايتي في الار جي هنا برتقاني، وبدايتي في الار جي الناحيه الثانيه برتقاني. برتقاني 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 برتقاني. طب وبعدين في عندنا لازم سلكه لون تاني، ليه؟ لان دي سلك بنبعت عليها، لازم يبقى في سلكه جوه الكابل ده بنستقبل عليها، فبنسميها سلك الخضراء. ده برضو كابل اسمه كابل ايه؟ ده برضو اسمه كابل ستريت، سلك الخضراء. بص مش فارقه ان احنا ايه، حطيت البرتقاني فوق والاخضر تحت ولا الاخضر فوق والبرتقاني تحت، كده كده في تو ستاندردز اصلا، في ستاندرد اسمها ستاندرد بي بحط فيها البرتقاني في الاول، وفي ستاندرد ثانيه اسمها ستاندرد ايه بحط الاخضر في الاول. يعني في الاخر ايه، انا مش قصدي انا بس إيه اي حاجه غير بس انا احط برتقاني واخضر، يعني الترتيبه دي عكستهم كده بس ستريت. برافو عليك، يا ستريت. ليه ستريت؟ طالما هنا وهنا نفس الكابل ترتيبه واحده خلاص هي كده ستريت وخلاص على كده. اشكرك على هذه الافاده. طيب وبعدين ايه اللي هيحصل؟ تعال احكي لك بقى جوه قلب سويتش بيحصل ايه. جوه قلب سويتش ممكن تلاقي جهاز راح بعت داتا، ايه عايز يكلم سي، وماله ايه بعت داتا لسي؟ سويتش بيعمل ايه بقى من جوه؟ الفوروردنج ايزك بقى، بتروح قافله سلكه بالترانزستورز. الترانزستورز دي حجمها قد ايه؟ مايكرو. فقافله سلكه مايكرو بنسميها مايكرو سلكه، يعني هنا سيجمنتيشن مقصود بيها اسلاك صغيره. مايكرو سلكه، سلكه صغيره عشان تعمل ايه؟ تربط ما بين الترانسميتر ده والريسيفر ده. طب ولو سي بيرد؟ لو سي بيرد انت بتبقى ماشي على سلكه ثانيه، وبعدين السلكه دي خارجيه جوه قلب سويتش، يروح قافل سلكه عشان يوصل ما بين الترانسميتر ده والريسيفر ده. اسمها ايه السلكه دي؟ هي دي اللي اسمها مايكرو سيجمنت. طب هو اول حاجه كده المايكرو سيجمنت دي ساعدتنا ان احنا نعمل ايه؟ ساعدتنا ان احنا ناخد ملحوظه لطيفه قوي عن السويتش، ملحوظه رقم احنا خدنا كده ايه؟
دي قول لي ده ترانزستور بالظبط كده. من الاخر الاي سي بتاعت الفولدنج اي سات هو ترانزستور، والترانزستور هو اللي بيقفل المفتاح، عشان اسمه سويتش. ليه بيقفل المفتاح؟ قفله كده جوه. طيب النوت دي بتقول ايه؟ اول ديفايسز اون اي سويتش، جميع الاجهزه الواصله على سويتش مالها، كان اوبريت، تستطيع العمل ان فول دوبلكس. معلش يعني ايه كلمه فول دوبلكس؟ بص يا سيدي، هيطلع انك انت لو عندك كارت نتورك، كارت هناك، كارت نتورك بيسموا الترانسميتر لوحده نص الطاقه، الترانسميتر ده نص الطاقه هاف، والريسيفر نص الثاني الهاف الثاني. فانت لو عرفت تشغل الهاف الاولاني والهاف الثاني تبقى انت شغال كده فول. بمعنى كلمه فول دوبلكس مقصود بيها ايه؟ القدره على تشغيل الترانسميتر والريسيفر في نفس الوقت. اللي هي ايه تاني؟ رايح جاي. الله ينورك. فول دوبلكس معناها ينفع اشتغل رايح جاي. طب ليه ينفع اشتغل رايح جاي؟ انا عندي دايره ترانسميتر غير ريسيفر، سلك الترانسميتر غير ريسيفر، مايكرو سيجمنت للترانسميت غير سلك مايكرو سيجمنت للريسيف. فانا ما عنديش اي موانع تمنعني ان انا ابعت الداتا ازاي؟ رايح جاي. هيطلع فول دوبلكس مقصود بيها كان بوث استخدم الترانسميتر واستخدم الريسيفر ات سيم تايم. يعني انا اقدر في نفس الوقت استخدم الترانسميتر واستخدم الريسيفر. طب معلش، هو في حد ما بيشتغلش كده؟ في اجهزه قديمه لازم تعرف عنها لغرض المقارنه على الاقل، لو حتى مش هتستخدمها. زي مين؟ الهب. ان كل الاجهزه اللي واصله على الهب مالها كان اوبريت، اسف مش كان بقى ده اجبار، شود اوبريت، لازم تشتغل ان هاف دوبلكس. يعني ايه بقى هاف دوبلكس؟ بص بقى يا سيدي، هيطلع ان الكمبيوترات لما بتوصل على هب، هناخد لسه برضو ايه فيتشر كده زي الكمبيوتر بيحس اذا كان وصل على هب او سويتش، بس هنحكي ليها حاجه برضو اسمها اوتو سنس كده. اوتو سنس ان الكمبيوتر لما يحس ان هو واصل على هب مش على سويتش بيعمل ايه؟ بيشغل سوفت وير جاي من الروم. يعني ده حاجه اوتوماتيك في البرمجه بتاعت الكارت. الكارت 90% منه هاردوير، بس في جزء 10% كده سوفت وير. ايه اللي بيحصل؟ اول ما يلاقي نفسه ككمبيوتر ماله وصل على هب، عارف بيعمل ايه؟ يقول لك بس انا طالما كده وصلت على هب لازم اشغل عندي خاصيه اسمها خاصيه سي اس ام اي سي دي. ايه ده؟ ده عباره عن سوفت وير نازل على الروم، الريد اونلي ميموري. اختصار لايه سي اس ام اي دي؟ كارير سنس مالتيبل اكسس وذ collision detection. تاني كده، في دايره اسمها carrier sense multiple access with collision detection. الهدف منها انها لو لقيت الكمبيوتر بتاعك واصل على هب تشتغل. ماشي، بتعمل ايه بقى الدايره دي؟ اخر دايره دي عندها قاعده ثابته، لو حد بيبعت ما بعتش، ولو الدنيا فاضيه ومحدش بيبعت ما بعت عادي. تاني كده، السيزما سي دي عباره عن سوفت وير بيقول للجهاز بتاعك، بيقول له لو محدش بيبعت ابعت انت مفيش مشكله، بس لو في حد تاني بيبعت لو سمحت استنى ما تبعتش. معنى ان الدايره دي بتاع السوفت وير ده بيعمل ايه؟ بينظم ازاي؟ احنا ما نبعتش كلنا في نفس الوقت. امال ايه؟ لو حد بيبعت نستنى. عارف زي بالظبط ايه؟ انا دلوقتي ببعت بشرح، فالناس بتعمل ايه؟ بتستناني. وبعد كده ايه اللي بيحصل؟ لما بسكت حد بيبدا يسالني فكلنا بنسمعه ونستناه. طيب ما ده كده هيخلي الاجهزه تشتغل ازاي؟ يا ببعت بس يا بستقبل بس. ازاي تاني؟ سيزما سي دي سوفت وير بيخلي جهازك لو ما حدش بيبعت هو يبعت، هو بيبعت بس. طيب ولو حد تاني بيبعت خليه يسكت يستقبل بس. طب لو حد تاني بيبعت بيسكت فبيستقبل بس. ما انا كده يبقى معنى الكلام ان انا عمري ما حد ابعت واستقبل ات ذا سيم تايم. امال ايه؟ هاف دوبلكس اني يا اما يا او يا اما بشغل الترانسميتر او الريسيفر في نفس الوقت. تاني كده، الهاف دوبلكس معناها ما شغلش دايره الترانسميت والريسيف في نفس الوقت، يبعت بس يستقبل بس. اشمعنى يبعت بس؟ فانا خدت فرصتي، يا بستقبل بس مدي لحد تاني فرصته. طب ليه؟ بس انا اقول لهم الحته دي، اقول لهم ليه؟ بص بقى يا سيدي، لو انت جيت مسكت الهب من جوه هتلاقيه مختلف تمام الاختلاف عن السويتش. عارف الهب من جوه كام مايكرو سيجمنت؟ السويتش هيطلع مش مايكرو سيجمنت، مش يعني كل التوصيلات. الهب هيطلع من جوه هو مايكرو سيجمنت واحده، سلكه واحده. وكل ما حد بيوصل، يعني كل ما حد بيوصل بيعمل ايه؟ بيوصله على المايكرو سيجمنت.
يعني لو كمبيوتر اسمه بي وصل هوب يروح موصله على المايكرو سيجنال، لو كمبيوتر اسمه سي وصل هوب يروح مركبه على المايكرو سيجنال، لو كمبيوتر اسمه دي وصل هوب يروح موصله على المايكرو سيجنال. من الاخر بقى كلهم شيرد على نفس السلك الواحده. طيب ما كده كان لازم ايه اللي يحصل؟ لما واحد يبعت كله يستناه. اشمعنى؟ لما فيش حتى سلك رايح وسلك راجع، يعني هو سلك واحد استخدمها خلاص اتشغلت، لازم نستناه. والا ايه اللي هيحصل؟ لو اتنين بعتوا في نفس الوقت طب ما كده هيعملوا كوليجن، يعني هيبقوا اشتغلوا فول دوبلكس. الفول دوبلكس في الهب معناها كوليجن، يعني اتنين بيبعتوا في نفس الوقت، انا ببعت ومينا بيبعت، ما انا كده ببعت وبستقبل من مينا. بالظبط كده يبقى انا خالفت قاعده السيزمسي دي، كده خالفت قاعده الهب دوبلكس، ما بقتش هب دوبلكس، هيحصل على طول كوليجن. فهيطلع ان احلى حاجه في الاجهزه اللي وسط على الهب بتعمل ايه؟ بتحاول تعالج خطا الهب. الهب خلاص شر لابد منه، حاجه موجوده في السوق بتتباع. فهم فكروا طب ما ننزل سوفت وير على الكروت اللي بتركب على الهب، لو لقيت ان احنا واصلين على هب يشتغلوا هاف دوبلكس، يبعت بس يستقبل بس. اما بقى لو واصلين على سويتش وينسى الهاف دوبلكس، وينسى السيزم سي دي. ليه؟ احنا دلوقتي هنشتغل دايما فول دوبلكس، لان احنا هنبقى واصلين على سويتش تاني كده. يعني السويتش يفرق في ايه؟ ان اي اثنين عايزين يتكلموا مع بعض السويتش بيروح قافل سلك، يعني لو اثنين تانيين بيتكلموا مع بعض يروح قافل سلك. خلي بالك اسلاك دي اسمها مايكرو سيجمنت، وكل اثنين رايح سلك راجع سلك. ده حتى لو فجاه كل الاجهزه حاولت تروح للراوتر، بص لو ايه حاول يكلم الراوتر سلكه ثانيه رايحه في سكه الراوتر، طب ولو بي حب سي حب يكلم الراوتر سكه ثالثه عشان توصل للراوتر، طب ولو هو بي عايز يكلم الراوتر سكه رابعه، طب لو دي عايز يكلم الراوتر سكه غيرها. بمعنى ايه؟ بمعنى لو حبينا حتى نبعت للراوتر جوه قلب سويتش، الايسك بتاعت الفرودنج اللي انا عايزاه مرينا سيركتس سيجمنتس توصيلات. طب بس مش ده هيعمل قفله؟ قفله فين؟ ان كل الاسلاك دي عايزه تخرج من سلكه واحده. بص السويتش منظم، حتى دي عاملين حسابها. عاملين حسابها ازاي؟ قال لك عشان دي ما تعملش قفله وما يعملوش كوليجن وهم خارجين على نفس السلكه، احنا نحط لكل كارت، مش بس الكارت اللي وصل على الراوتر، لا ده لكل كارت في السويتش. يعني السويتش ده كام بورت؟ السويتش ده بورت 2 3 4 5، لكل بورت من الخمسه نحط لها حاجه اسمها بفر. ايه البفر؟ هي عباره عن رامات نخزن فيها الداتا، مش نخزن فيها الجداول. يعني بص السويتش نفسه من جوه عنده رامات نخزن فيها المكتين بالظبط كده، وعنده على كل بورت على كل كارت عنده دي رامات بقى بتاعت الكارت بتاعت السويتش، عنده على كل كارت رامات عشان تبقى مخزن للمعلومات. ليه بقى؟ عشان خاطر لما تيجي داتا كتير في نفس الوقت عايزه تخرج من نفس البورت، يرتب الداتا دي في طوابير، يعني يحطها حاجه اسمها كيوز. ونظام الخروج ماشي ازاي في السويتش؟ نظام الخروج نظام فيفو. ايه بقى الفيفو ده؟ ده نظام مشهور انك انت اللي يجي الاول ويبقى جاهز كفريم كامله على بعض 1518 بايت الاول هو اللي يخرج الاول. عارف نظام فيفو ده؟ اللي هو زي نظام واحنا خارجين من السنتر، واحنا خارجين من السنتر بيبقى كلنا عايزين نخرج من نفس الباب اللي مش هيكفينا كلنا. فبنعمل ايه؟ بنقف في طوابير على الباب، ومين اللي بيخرج؟ اللي واقف في اول الباب. يعني في الاخر ايه؟ اللي واقف في اول الباب هيخرج الاول، واللي واقف الثاني هيخرج بعده، وهكذا. في طابور سينما، في طابور عيش، في طابور اي حاجه، لما الناس بتلاقي ان فعلا في زحمه تبدا تقف طوابير، ومين اللي بيخرج الاول؟ اللي جه الاول. خلي بالك الكلام ده مش بس على البورت دي، ده ينفع على البورت دي وينفع على البورت دي وينفع على البورت دي، بس انا مش عايز كنت اعقد لك الاسم. انا قصدي لو فجاه مثلا قيس فجاه كله عايز يكلم سي، سي ده طلع سيرفر مثلا، وكله عايز يروح لسي، ما برضه طالما في اسلاك كتيره عايزه توصل لسي، فايه اللي هيحصل؟ كان لازم البفر بتاع البورت بتاع سي تشتغل وتخزن الداتا، والداتا تترتب في طوابير، ونظام الخروج فيرست ان فيرست اوت. بس جمله حلوه قوي نختم بيها الحته دي كده، عمر ما هيحصل على السويتش كوليجن. ليه؟ ان كل اثنين بيبعتوا لبعض ليهم سكه ديديكيتد، سلكه مهداه بتاعتهم، ولو كتير حبوا يبعتوا في نفس الوقت في بفر بينظم المرور. يعني السويتش لو حد قال لك بيعمل كوليجن ولا لا، له طبعا لا، السويتش عمره ما بيعمل كوليجنز. طيب لو قال لك ايه السبب؟ قول له عشان خاطر المايكرو سيجمنتيشن والبفرنج. يعني ايه المايكرو سيجمنتيشن؟ الاسلاك الصغيره الداخليه. طب ايه البفرنج؟ ان كل بورت عليها الرامات عليها البفر بتاعها، بحيث لو حصل كونجستشن زحمه، حصل ازدحام، ده تقعد تترتب في طوابير. طب يعني السويتش ما بيعملش كوليجن ابدا؟ امال مين اللي يسبب كوليجن؟ الهب. ازاي؟ خد النوت الاخيره دي، نوت اخيره بتقول ايه؟ بتقول ان كل الاجهزه اللي واصله على الهب ممكن تعمل كوليجن مع بعض. ازاي الكلام ده؟ اهو نوت بتقول ان كل الاجهزه all devices
اون اي هب مالهم ممكن يعملوا كوليجن مع بعض. بيقولوا عليها كده في مصطلحات الشبكات يعني ايه بيعملوا كوليجن مع بعض. ار ان سيم كوليجن دومين. تاني كده يعني السويتش ما بيعملش كوليجن ابدا. امال مين اللي بيعمل كوليجن؟ الهب. ازاي؟ بص ادي الهب وجهاز واصل يمين شمال فوق تحت A B C D. سؤالي ليك أني اتنين لو بعتوا في نفس الوقت هيعملوا كوليجن؟ أي اتنين يعني أني اتنين في دول ممكن يعملوا مع بعض كوليجن؟ أي اتنين. طالما أي اتنين ممكن يعملوا كوليجن بنسميها بمصطلحات الشبكات كده يبقى كل دول بيعملوا كوليجن مع بعض. يعني كل دول مالهم سيم كوليجن دومين. فكلمة سيم كوليجن دومين مقصود بيها إيه؟ ان هما ممكن يخبطوا في بعض. يعني سيم كوليجن دومين حاجه وحشه؟ سيم كوليجن دومين دي تكتف. يعني ايه تكتف؟ كلمه سيم كوليجن دومين معناها واحد بس يبعت والباقي لازم يستناه. يعني الاجهزه اللي واسطه على الهب ما ينفعش اثنين يبعتوا والا هيخالفوا الهب دوبلكس، هيخالفوا السيزما سي دي، هيخالفوا موضوع ان هما في كوليجن دومين واحد ممكن يخبطوا في بعض. فالاجهزه اللي واسطه على الهب للاسف ممكن يخبطوا في بعض. احنا مش هنحط هب بعد كده خلاص. امال ايه؟ احنا مش هنعمل كده. احنا بعد كده هنوصل اجهزتنا كلها على سويتشات. ده اللي بالنادي بيه بقى لنا كتير في الكورس، ان احنا هنوصل كل الاجهزه على سويتش. اشمعنى؟ ان السويتش ما بيعملش كوليجن بس للاسف بتتقال في لغه الشبكات بشكل يعني يلخبط شويه. تتقال ازاي؟ عايزين يقولوها بالعكس. يعني العكس؟ قال لك عشان خاطر السويتش جه بعد الهب، فطالما الهب كان سيم عايزين نقول حاجه كده شبه عارف ايه سجع كده ان هي تتقال بنفس الجمله. فبص بتتقال ازاي؟ ان all devices on switch are in بدل سيم عكسها separate. يعني ايه separate؟ different collision domains. يعني ايه بقى؟ يعني السؤال الذي اطرحه عليه لو سويتش سؤال في امتحان سيسكو واصل عليه جهاز 2 3 4 اني اتنين لو اتكلموا في نفس الوقت وده سويتش هيعملوا كوليجن؟ عادي محدش يعمل كوليجن ولا واحد. يعني ايه مفيش كوليجن اصلا؟ بص ده اللي مخلي الجمله دي مش حلوه ان هو اصلا مفيش كوليجن بس هم عشان خاطر عايزين يقارنوها بالهب وجد بقى ايه جمله تاريخيه. طب الهب كان سيم يبقى لازم نقول ان السويتش كده في حاجه احلى فتبقى سيبريت ديفرنت. فقالوا كده يبقى الاجهزه اللي واسطه السويتش مش هتعمل مع بعض كوليجن. طيب بنشبهها ازاي بقى بالهب؟ ان اكن ده دومين وده دومين منفصل. يعني مش نفس الدومين؟ لا، يعني ما يخبطوش في بعض. ده معنى كلمه ان هم مش في نفس الدومين. طب وده مش معاهم في نفس الدومين؟ طب وده مش معاهم في نفس الدومين؟ يعني معلش كده قاعده ايه؟ ان السويتش عدد بورتاته هي عدد السيبريت كوليجن دومينز. سؤال الامتحان كده بالظبط يقول لك سويتش عليه اربعه هوستس كام سيبريت كوليجن دومينز؟ الاجابه الصح اهو اربعه سيبريت كوليجن دومينز. بمعنى ايه؟ بص معنى كلمه سيبريت دومينز يعني مفيش كوليجن. بص انا عارف ان الجمله اتلخبطت ايه يا باشمهندس، طالما قلت كوليجن يبقى بيخبطوا في بعض. هي سيبريت بتقول لك ايه؟ اتعزلوا عن بعض كوليجن، يعني ما بيخبطوش في بعض. طب معلش برضه استفدنا احنا ايه؟ ان كام واحد يقدر يبعت براحته؟ الاربعه يقدر يبعتوا براحته. هنا كام واحد يقدر يبعت براحته؟ واحد. بص سيم واحد يبقى واحد يبعت. هنا اربعه سيبريت يبقى اربعه يعرفوا يبعتوا من غير ما يحصل كوليجن. كلهم في نفس البرودكاست. يعني لو واحد بعت برودكاست دي قصه ثانيه، يعني البرودكاست السويتش اصله بيفلده. لكن القصد ان حتى لو مش برودكاست السويتش هيعمل ايه؟ هيخلي ده ما يخبطش في ده ما يخبطش في ده ما يخبطش في ده. فالاربعه اربعه سيبريت ككوليجن، يعني كبرودكاست هي نفس اللان. حلو، هما كانها كنفس اللان بس بيخبطوا في بعض في نفس اللان؟ لا ما بيخبطوش، عشان كده اسمها اربعه سيبريت كوليجن دومين. مظبوط طبعا طبعا. ليه؟ طول ما هما نفس اللان وان برودكاست دومين. ماشي، طب هما في نفس اللان بيخبطوا في بعض يبقى سيم كوليجن، مش بيخبطوا في بعض يبقى سيبريت كوليجن، يعني عزلنا كوليجن. مبروك، ربع ساعه وتروح بجد. وعلى حسب مين هيعمل ايه في فقره الاسئله دي وناقص على شرح انا بالظبط 17 دقيقه و13 ثانيه. ده بدقه شديده ناخد الاسئله. اتمنى ما تكونش الاسئله 13 دقيقه واربع ثواني اللي هي بقيت الفرق نص ساعه. فناخد اسئله. ايه ده؟ قول لي حط تايمر. بقول لك ايه؟ حط تايمر الاسئله 3 دقائق بس اسئله. حط 3 دقائق، بعد 3 دقائق لازم نشرح على طول السبوره. اهو يا عم هنلحق الماتش اهو، نلحق الشوط الثاني يا رب يا رب. 16 ثانيه بالذات رب خلاص قبلها. نمبر اوف سيبريت كوليجن دومينز هم نمبر اوف سويتش بورتس، نمبر اوف ديفايسز. ماشي بالظبط كده. يعني لو قال لك سويتش 10 بورتات يبقى 10 سيبريت كوليجن دومين، او قال لك بالعكس 10 اجهزه واسطه على سويتش 10 سيبريت كوليجن دومينز. طب ده معناه ان السويتش بيعمل كوليجن؟ ابدا نو.
نو كوليجن ليه؟ عشان المايكرو سيجمنتيشن والبفرنج. معاكم لو في برضو اي استفسارات؟ كروت الكمبيوتر، كروت الكمبيوتر بالظبط الدي تي اي. ليه؟ كارت الكمبيوتر لو لقى نفسه واصل على سويتش ما بيشغلش السيزم، يقول لك يا سويتش عادي الدنيا حلوه. لما بيلاقي نفسه شغال على الهب بيشغل السيزم فبتخليه يشتغل هاف دوبلكس، يعني السيزم هي اللي بتوصله الموضوع الهاف دوبلكس. لا خالص، هو الهب لا عارفه، لو الهب عنده طريقه مثلا ينظم يقول له انت استنى انت واقف، ما مش خالص الكلام ده. سلك فعلا من جوه ثمنه 5 جنيه، انا اخر الهب اشتريته ب 10 جنيه، فدلوقتي بعد ما انقرض بقى بخمسة. تخيل حاجه ثمنها 10 جنيه مشترك، عارفيه مشترك، المشترك الكهرباء اغلى منه، يعني الكواليتي بتاعت مشترك الكهرباء تبقى اعلى من كده، لان يعني مشترك الكهرباء بيستحمل 220 فولت، ده اخره 5 فولت. ايوه، ما هو هيطلع بقى اللي بيحصل، الكمبيوتر بيجي يبعت سيجنال، لا السيجنال دي ترد عليها بكذا واحد يعرف ان هو على حاجه اسمها شيرد ميديا، يبقى انا على هب بس. فلما بيلاقي ان في كذا واحد بيردوا على السيجنال بتاعته يقول لك انا شيرد ميديا، اشتغل هب دوبلكس عشان خاطر ما نخبطش بعض. مال سي اس ام اي سي دي، هي دي الهاف دوبلكس، يعني ده السوفت وير اللي بيخلي الاجهزه تشتغل هاف. ازاي؟ داير في الكمبيوتر في الروم، سجل في الروم. لا لا، بيجي من المصنع، لازم يجي في المصنع، يعني كل كارت نتورك بتاع الكمبيوتر جاي من المصنع متسجل على الروم، السوفت وير اسمه سيزما سي دي، بس يشغله ولا ما يشغلوش على حسب. لقى نفسه وصل على سويتش ما بيشغلش السوفت وير اسمه سيزما سي دي، لقى نفسه شغال على هاب لازم يشغل سيزما سي دي، والسيزما دي اجبار من الاي تريبل اي، يعني الاي تريبل اي بيقول لك لو ما حد، لو انت ما نزلتش كارتك عليه ماك وعليه سيزما سي دي يبقى الكارت ده مش مظبوط. كل ده ليرتو، ليه؟ طول ما هو بيتكلم ماكات وهوب تو هوب ده كده بنسميه ليرتو. ايوه بص بقى يا سيدي، بص ما هو ده بقى اللي انا قلته بقى ايه؟ ان السيزما دي بيحدد ان الشبكه واحد بس يبعت، حلو، يعني ما ينفعش اثنين يبعتوا في نفس الوقت. طيب فايه الهدف منها؟ الهدف منها ان اونلي وان ديفايس تو سند ات سيرتن تايم اند اول اند اذرز اونلي ريسيف، اللي هو كنت بقول بقى ان ايه؟ واحد بيبعت والباقي كله بيستقبل. انا ترجمته لك بس هي انا ايه؟ بخاطر ايد. مش هين عليه يعدي السبوره قبل ما يعدوا ثلاث دقائق. خلصوا؟ خلاص يلا بينا. ايوه ستريت لازم. بص بقى يا هندسه، كويس انك قلت الحته دي، ان عليها سؤال اساسا في الشيت. ما مغير الستاندرد بس، الله ينور عليك. ليه حبيت اقول لك ان ممكن ايه نغير الستاندرد بس مش نغير التقريج، بمعنى دي تي اي ودي سي اي ستريت. طب دي سي اي ودي تي اي برضه ستريت، يعني في الاخر ايه؟ كل الاجهزه دي تي ايز قالوا ان هم اكيد هيجمعوا في الاخر على سويتش، كل الاجهزه دي تي ايز تجمعها في الاخر على سويتش دي سي، فسيب التقريج ده يبقى ستريت. السويتش هو اللي معكوس الدايرتين بتوعه عن الباقيين، فعشان كده ايه احلى حاجه السويتش نفسه مختلف عن الباقيين، يبقى نسيب الكابل عدل. بي بي بقول لك كل اللي علموني علموني بي، وكل شغل انا شفته شغل بي، بس ما ننكرش ان ممكن يطلع في حد ايه عايز يحط التاتش بتاعته يقول لك احنا هنشتغل ايه في المشروع الفلاني. فانا قصدي ايه، انا اشتغلت طول عمري بي بصراحه، مش حد اشتغل ايه ولا لا، اشتغل بي ولا ايه ولا ما تفتكرش ايه؟ ساعات بيبقى بقى مكتوب على الموديولز نفسها بقى، يعني بي ولا ايه، ويتبنش مثلا في الموديولز او الباتش بانل او كده. معلش قلت لي حاجه اخيره ولا لا؟ طيب تمام زي الفل. طيب السبوره الاخيره، ها السبوره الاخيره، انجاز انجاز، ربنا يبارك. عايزين نتكلم على ايه؟ لسه في السبوره الاخيره بنحكي عن اخر فقره في الفوروردنج. وايه اللي احنا عايزين نحكي عن الفوروردنج؟ عايزين نحكي عن الفرق ما بين السويتشات الرخيصه والغاليه. فحلو سبوره هتبقى ظريفه، احسب معايا 17 دقيقه 13 ثانيه. بس خلي بالك بقى، كل ما مين هيسال بنعيد ال 17 دقيقه من الاول. امال بنت ست انا هخليهم يعملوا ثوره عليك. لا لا هيسال عادي بس بعد ما نخلص السبوره. طب والله جميل ودمه خفيف وعامل جو كده في الكورس. انتوا بقى لغايه ان شاء الله يوم الاثنين الجاي مش هنبقى خدنا اي حاجه جديده في الكورس. ليه؟ اللاب هيبقى عباره عن الجزء الاولاني مراجعه، والجزء الثاني من اللاب اوامر بسيطه بتتعود على اوامر، يعني مفيش حاجه محتاجه منك تبقى مذاكر. السبت اللي جاي لاب، السبت الجاي لاب، ما دي حلاوته بقى، تيجي اللاب ونخلصه بسرعه. عارف اللاب ممكن يخلص في ساعه ونص،
وماتش الساعه كام سيدي؟ طيب 7:30 9 نكون مخلصين هوبا نلحق نشوف الماتش. انت مش انت زملكاوي ده؟ بقول لك ايه ده اللي بقول لك ايه زملكاوي حاجه لك هنقعد انا عايز افهم بقى انا واخد الكرسي عشان افهم اللعب. يجي الصبح يجي الصبح في ميعاد الصبح حلو قوي بالظبط. لازم لازم نشوف حل. طيب الحته الاخيره بنتكلم فيها على حاجه اسمها الفوروردنج مودز، وبرضو عليها سؤال في الامتحان بتاع سيسكو. طب يعني ايه كلمه فوروردنج؟ يعني سويتشنج. طب يعني ايه مودز؟ مودز يعني ميثودز، طرق توصيل المعلومات. حلو، تعالوا نشوف مع بعض بقى قصه الفوروردنج مودز او السويتشنج ميثودز. هيطلع ان سويتش لما تيجي تشوف الداتا شيت بتاعته الكتالوج بتاعته هتلاقي سويتش ممكن يبقى طريقه السويتشنج بتاعته حاجه اسمها كات ثرو بالعربي، شق طريقك. ما ليه بيسموه كده؟ عشان خاطر سريع قوي، من قله الدوائر اللي فيه سريع، بس طبعا رخيص. ليه؟ مفيش دوائر خالص تقريبا. بقول لك ايه؟ الكابل سريع، الهب سريع. ازاي الهب سريع؟ يا باشا ده سلك بتعدي. ايه ده يعني السويتش ممكن يبقى ابطا ساعات من الهب؟ ما هو السويتش فيه سيركتس برضو فبيعطل الدنيا، بس بيعطل قد ايه؟ حاجه ما تتحسش، نانو ثانيه، مايكرو ثانيه، حاجه ما تتحسش. طيب في بقى سويتش اغلى بس عشان فيه دوائر اكتر، اسمه ايه؟ اسمه ستور اند فورورد بالمصري، عبيله واديله. طيب والسويتش الاقوى بقى، اقوى سويتش نزل السوق لحد دلوقتي واغلاهم، سويتش اسمه ادابتيف. كلمه ادابتيف يعني متكيف، متغير الحال. اسمه ادابتيف كات ثرو. يعني ايه متكيف؟ حالا هتشوف ان هو كانه ميكس ما بين الاثنين. حلو حلو. ايه كده؟ يبقى احنا هنشرح الاولى وهنشرح الثانيه وهنعيد شرحهم مره ثالثه هنا، بس الاثنين مع بعض. فالشرح هيتعاد مره اثنين ويتعاد مره ثانيه ان شاء الله باذن الله بالثلاث انواع. نمسك اول نوع من انواع السويتشر. معلش ده ثاني ايه؟ ده اللي يفرق سويتش رخيص عن نص نص في التكلفه عن غالي. طب انا اعرف ازاي السويتش بتاعي نوعه ايه؟ والله احنا ممكن نعرفه من الكتالوج، من الداتا شيت. يعني في الاخر اشوف موديل السويتش، اسيرش على جوجل يطلع لي، اشوف الكتالوج بتاعه يطلع لي انه كات ثرو او ستور اند فورورد او ادابتيف. طب ما تيجي نشوف لو السويتش كات ثرو السويتش ده بيعمل ايه؟ السويتش ده عشان يقدر يوصل داتا محتاج معلومه بسيطه. المعلومه دي محتاج السويتش انه يستنى تجيله الفريم ويبص على اول 14 بايت فيها عشان خاطر يقدر يفورورد. طب ليه؟ هو ايه اللي موجود في اول 14 بايت؟ هيطلع الديستنيشن زي ما انت قلت صح، ديستنيشن. يعني هو السويتش ازاي هيعرف صحيح يوصل ويشق طريق مهما كان سريع الا لما يشوف انت رايح فين؟ يعني انت مش عارف انت رايح لبي ولا سي ولا دي، هشق لك طريقك لحد مين؟ هفتح لك مايكرو سيجمنت مع مين؟ يعني تاني كده، ادي سويتش حلو، وادي كمبيوتر عسل، وادي كابل حصل، الداتا مبعوثه اول خطوه، فريم. طيب بس معلش عايز افكرك بقى بالفريم. الفريم بتبقى عباره عن باكت، لسه ما خدناش الباكت، ان شاء الله الاسبوع الجاي هيبقى في كلام كتير عن الباكتس. يعني بعد اللاب نبدا كلام عن لاير 3 واي بي هات وباكت وسبنتنج وماسك وحاجات احلى بكتير من اللي فات. باكت وراس وديل. طيب الديل معروف فيها ايه؟ فيها ايه؟ سي ار سي. يعني سي ار سي؟ ناتج المعادله بتاعت الراس والباكت مضغوطه، حاجه اسمها سي ار سي. طب والراس؟ اول شويه بيتس في الراس اسمهم بري امبل بيتس. قد ايه عدد البيتس دي؟ 8 بايت 64 بيت. وراها ديستنيشن ماك. طب الديستنيشن ماك قد ايه؟ 6 بايت. بص اهي الفوروردنج ايسك ما يهمهاش السورس دلوقتي. السورس مهمة مين؟ ليرنينج ايسك. لكن بكلمك دلوقتي على الفوروردنج ايسك. هتعمل ايه الفوروردنج ايسك؟ هتستنى 14 بايت. طب ليه متستنيه؟ بس مستنيه تطلع ايه بقى؟ بيتس بتوع التسخين، وبعد التسخين هوب الديستنيشن مان. يعني السؤال ليه الفوروردنج ايسك محتاجه تستنى 14 بايت؟ 8 بريامبل، 6 فيهم الديستنيشن مان. طب ليه عايز الديستنيشن مان؟ عشان خاطر يعرف انت رايح لفين. وبعد ما يعرف انت رايح لفين يعمل ايه؟ مايكرو سلكه. ازاي؟ يروح قافل سلك عشان خاطر تقدر بعد كده تعمل فورورد. يعني ايه كلمه فورورد؟ فورورد مقصود بيها انك انت تفتح مايكرو سيجمنت. فالسويتش عشان يقدر يفتح مايكرو سيجمنت محتاج يعرف انت رايح فين. بس عايز افكرك بقى بحاجه. ايه اللي هيحصل؟ السويتش اول فريم بيستنى 14 بايت. طب تاني فريم 6 بس. اشمعنى؟
اول فريم بيبقى فيها تسخين، ثاني فريم ما فيهاش تسخين فيها راحه، وبعد كده بيجي السته بتوع الديستنيشن. هيطلع ان السويتش دوت رخم شويه في الاسئله بتاعت الامتحان. ليه بقى؟ مره تلاقي السؤال يجي لك في الامتحان يقول لك ايه؟ اني نوع سويتشات بيستنى 14 بايت كثروا. يجي سؤال ثاني يقول لك طب اني نوع سويتشات بيستنى 6 اطلع برده كثروا. يعني السؤال اللي موجود في الدمب شوف الشرح في المنهج الرسمي منهج سيسكو الرسمي، السويتش الكثرو بيستنى 14 بايت. سؤال الامتحان يقول لك اني نوع سويتش بيستنى 6؟ انت حاطط في المنهج ان 14 وجاي تسالني 6؟ يقول لك ما هو ده لعب الاسئله بتاعت الامتحان دي رخمتها. يقول لك ما انت المفروض بقى كان يتشرح لك ان اول 8 مش بيتبعتوا كل مره، فالدائم ان ال 8 مش موجودين، ان اول 8 بيتبعتوا اول مره، والفريمز ممكن تبقى 100، فواحده بس فيها 8 والباقي ما فيهاش ال 8، فتبقى انت عارف ان هم اول فريم 14 والباقي 6. فجاي لك بقى في الامتحان مين السويتش اللي بيستنى 4، مين طريقه السويتش اللي بيستنى 14، مين طريقه السويتشنج اللي بتستنى 6، والاجابه الصح كثرو. ده السبب ان بقيه الانواع اصلا ما بتستناش ال 14 ولا 6، امال بقيه الانواع بتعمل ايه؟ تستنى الفريم كامله 1518. فقصدي الارقام بتبعد شويه، فقصدي انك تحاول تعمل ايه؟ لو حاجه حسيت ان هو بيلعبك فيها جايز يكون كان عايزك تربط احداث محاضره سابقه بمحاضره حاليه، فانت مش عارف تربط الاحداث. ذكاء بقى في الحته دي ان ايه؟ هو 14 ولا 6؟ طب ما هم دول اقرب للكثرو. اما ستور اند فورورد ده باين من اسمها، ستور خزن كل الفريم، وبعد كده نبقى نفورورد. ليه الستور اند فورورد فعلا بيعمل ايه؟ هيطلع الستور اند فورورد هو نوع من انواع السويتشات الاغلى اللي بيستنى قد ايه؟ مش 14 فول فريم، فلو قال لك 6 اكيد الفول فريم ال 6، يبقى اكيد دي سويتش بيستنى فول فريم. ليه بقى؟ تو تشيك ايرورز. حلو، ده نوع سويتشات ممكن يتشيك على الايرورز. ذن فورورد، معلش يعني ايه تشيك على الايرورز؟ يعني ايه انواع الايرورز؟ سويتش برضه اها جايه له فريم اهو. السويتش ده اول حاجه مغليه سعره انه بدل ما بيبقى جواه انترنال رام بيبقى جواه انترنال هارد ديسك، يعني بدل ما هي رامات تبقى هارد ديسك. سيسكو عندها سويتش الهارد بتاعه انترنال 12 تيرا بايت، عنده انترنال هارد 12 تيرا، يعني هارد سيرفر موجود جوه قلب السويتش. بيعمل ايه بقى في الهارد التيرا بايت ده 12 تيرا؟ بيخزن الفريم، اسميها ستور، بيعبي الفريم. عشان الفريم اللي هي عباره عن ايه؟ هيد وباكت وتيل. طب معلش هيطلع ليه بقى السويتش ده بيخزن الفريم بالهيد بالباكت بالتيل؟ عشان يشيك على الايرورز. ازاي بقى؟ بالظبط ده واحد من الايرورز. يعني هيعمل ايه في الخطوه الثالثه؟ هيروح معدي الفريم على اي سي هايه اسمها كده ايرور تشيك ايسك، اي سي هايه كشف الايرورز. عارف الاي سي دي بتعمل ايه؟ تاخد الفريم كامله، عشان كده لازم الفريم الاول تكمل. معلش هو ازاي بيعرف الفريم كملت؟ لما الاقي جه بعد كده وقت راحه، حد بياخد نفس يقول لك بس بياخد نفس، يبقى اللي فات ده كان الفريم. فعرف الفريم ويعمل ايه بقى؟ يشوف الايرور، الايرورز تايبس. ايه اول حاجه بتشوفها الاي سي هايه دي؟ السي ار سي ايرور. معلش يعني ايه كلمه سي ار سي ايرور؟ بص بتعمل الاي سي دي بتقارن الهيد والباكت بالصوره اللي في الديل، الصوره اللي في الديل دي السي ار سي. فبيعمل ايه؟ بيشوف يا ترى الهيد والباكت يا ترى شبه الديل ولا في اي ايرور حصل، اي نويز حصل. طب معلش افرض لقى ايرور، لو لقى ايرور مصير الداتا دي الديسكارد. يعني ايه ديسكارد؟ الدروب. يعني الدروب الاعدام، الايرور هيترمي. طب افرض ما لقاش ايرور، تشيك تاني بقى. حلو، تشيك على ايه بقى؟ هل الفريم اكبر من اللازم؟ ايه ده، هو الفريم ما ينفعش تبقى اكبر من حد معين؟ امال في ماكسيمم ترانسفير يونت ام تي يو، ان الفريم ما ينفعش تبقى في يوم من الايام جاينت. جاينت يعني عملاقه، والجاينت فريم دي اللي هي قد ايه؟ اكبر من 1518. ما مش كده 1500؟ لا، انا بكلمك على الفريم ازاي. ادي الكيرف اهو، حلو، كان الكيرف ده ما بين الفريم سايز والاداء، كان الاداء بيبقى سيء في البدايه يتحسن ويفضل يوصل للقمه ويبدا ينزل بالراحه. بدايه الطلوع بتاعه الاداء 64 عشان ده فريم، امال ايه 46 دي كانت الباكت. طيب ونهايه الاداء عند 1518، امال ايه 1500 دي كانت الباكت. هنا بنزود ال 18 بتوع الراس والديل بتوع الفريم. كده اللي حصل، الجاينت فريم لو كانت اكبر من 1518 السويتش ده بيعمل ايه؟ يقول لك يا نهار ابيض، ازاي في فريم اكتر من 1518؟ اكيد في تهييسه او هاكر. ازاي هاكر؟ يقول لك اللي يفهم نتورك يفهم بقى شغل الهاكينج صح ويبوظ الدنيا، يعرف ايه الثغرات اللي في الشبكه. ايه ثغرات الشبكه؟ اكتر من 1518 بايت
الاداء بيسوء. طب حلو، انا هاكر وعايز ازود الاداء، عارف يعمل ايه؟ يجي للسوفت وير بتاع الكمبيوتر يقول له ما تسترجل كده، هتطلع الفريم 1518 زي ما بيقولوا لك، طلع الفريم 10000، يعني الفريم طلع 10000. فيعمل ايه الاجهزه؟ تبعت الفريم 10000 بايت، تبقى ما فيش نفس، يموت. فالسويتش ده بيعمل ايه؟ لو لقى الفريم اكتر من 1518 يقول لك لا ده هتبوظ الاداء، لو بعتها بعد كده للسويتشات ولا الراوترات هتدمر الاداء، وقعها من اولها. فبيديسكارد لو لقى الفريم كبير عن اللازم. او ممكن الهاكر يطلع ذكي ويعمل ايه العكس. العكس ازاي؟ الهاكر فاهم ان الفريم الاقل من اللازم بنسميها ضئيله او قزمه، رنت فريم. اقل من كام دي؟ اقل من 64، دي تسوق الاداء. عارف يجي يعمل ايه؟ بروجرام بسيط، بص يعني كود يروح كاتبه، سكريبت يروح منزله على الكمبيوتر يقول له ايه ده؟ واستعباده اللي ايه؟ ما يستعبدوك، هم هيخلوك تقعد تبعت الفريم 1500، ابعت الفريم 10 بايت 10 بايت. يعني سوفت وير يجبر الكمبيوتر انه يبقى يبعت فريم 10 10، ما ابعت الفريم 10 بايت 10 بايت، طب ما هو اداء الشبكه هيتضمن. فالسويتش ده ميزته في ايه؟ ان كل ما بتجيله فريم ويشوف ان حد خد نفس يقول لك حلو خد نفس، اللي قبل النفس ده بقى قد ايه؟ اكبر من اللازم، يبقى حاجه مش مظبوطه، تهيسه او هاكينج. اقل من اللازم ممكن تبقى تهيسه من كارت الشبكه او السوفت وير او الاوبريتنج سيستم او هاكينج او السي ار سي ايرور، يعني في نويز، في حاجه حصلت. اي حاله من الثلاث حالات دي السويتش هيعمل ايه؟ هيدروب وديسكارد. طب افرض ما لقاش ولا ايرور، يا ريت لو نو ايرور هي ايه؟ هيفورورد، يعني بنقولها كده بالمصري، لو لقى مشكله هتهدي ولو ما فيش مشكله هتعدي. يعني الداتا هتيجي عبيله خزن وبعدين ما فيش مشكله عدي، في مشكله هدي، يعني هيوقف الداتا. طب معنى الكلام ده ان اللي بيخرج من السويتش ده دايما داتا ملا خاليه من الايرور، مور سكيورد، يعني متامنه اكتر، ادائها دايما كويس. طب احنا كده احترنا ما بين ده وما بين ده، يعني ايه؟ ده ميزته انه سريع بس ما بيبصش لحاجه خالص، يعني ايه؟ بيعدي الداتا بسرعه وكل حاجه، بس ما بيقعدش يشيك على اي ايرور. فممكن تبقى فيه هاكينج، ممكن يبقى فيه ايرور، ممكن يبقى فيه حاجه ويعديها. طب ايه المشكله؟ ما هي الحاجه اللي عدت فيها ايرور الاند ديفايس هيرجعها تاني، لو الاند ديفايس لقى ان في مشكله هيرميها. فعارف ممكن يبقى تسرعك ده ملوش لازمه، يعني ايه؟ بعت داتا بسرعه خلصت منها، نكتشف ان في الاخر خالص رماها، يعني كل المجهود ده ومشيناه على سويتشات وكابلات وراوترات وهبات، في الاخر اترمت. يا ريتك يا اخي كنت رميتها من الاول، عارف ازاي؟ تقال كده، يعني يا ريتك ايه؟ كنت رميتها من الاول. لكن هنا بقى ده بيعمل ايه؟ ابطا واهدى، بس مستو ان هو بيبدا ان هو يتشيك على اي ايرور، يعني مور سكيور. طب يعني مين احسن؟ والله على حسب شبكتك، يعني شبكتك لو امان يبقى اهتم بسرعتك، شبكتك لو مش امان يبقى اهتم بتامينها، اهتم بالايرور اللي موجود فيها. طب انا اعرف شبكتي منين؟ ما هو عشان انت مش عارف هتيجي لحبيبك مين؟ النوع الثالث مين؟ الادابتف. مين اللي اخترعه؟ سيسكو. يعني ايه سيسكو؟ سيسكو واخده براءه اختراع للنوع الثالث، يعني في جونيبر هتلاقيها كده يا كده بس، هواوي تلاقي كده يا كده بس، سيسكو عامله واحد ليه براءه اختراع متكيف. ايه ده بيعمل ايه بقى المتكيف دوت؟ بص بقى، هو سويتش متكيف، يعني هيشوف لك الانسب لشبكتك ويعمله. طب هو يعرف منين الانسب لشبكتي؟ معاه دايره ب 1000 دولار، دايره مش سويتش، ده دايره واحده بس، اي ساجه ده جوه ب 1000 دولار. هدفها ان هي تشوف ايه الانسب، ازاي؟ اول حاجه بيعملها السويتش ده بيطلع الداتا بطريقه كات ثرو، عشان كده هو حتى اسمه الاساسي ادابت في كات ثرو. طيب وبعدين؟ طب ما الداتا اللي هي طالعه بطريقه كات ثرو دي ممكن تطلع فيها ايرور، تطلع فيها نويز، تطلع فيها اكبر من اللازم، اقل من اللازم، يمكن حد عمل عليك هاكينج. هو ما بيهتمش، بس ما بيهتمش لمده دقيقه واحده بس، بعد كده هيهتم. يعني بيقعد يطلع داتا ايه زي كده تيست، طلع داتا وخلاص. ليه بقى؟ في خلال اول دقيقه بيشغل ايسك، اسمها ايه الايسك دي؟ مونيتورنج ايسك. تعمل ايه الايسك دي؟ تاخد سكرين شوتس من الداتا، يعني قاعده بتعمل ايه الايسك دي؟ هنا زي كاميرا كده قاعده بتعمل ايه؟ بتصور كل الداتا، بتقعد 60 ثانيه دقيقه كامله. وبعد الدقيقه كامله بتطلع ريبورت. بتقول ايه في الريبورت؟ بتقول نسبة الايرور قد ايه؟ برسنتج اوف ايرور. طيب افرض نسبة الايرور قليلة، يقول لك سيبها كات ثرو، خلينا نمشي نمشي الدنيا. طب افرض نسبة الايرور عالية، عالية بالنسبة له ليتزيد عن 10%، عارف هيعمل سويتش؟ هيبدا يدي اوردر لدوائر ثانية خالص انه يحول الطريقة دي. بس خلي بالك كده، يبقى السويتش ده جوه الدوائر دي وجوه الدوائر دي، هيحول من طريقة الكات ثرو لكله، عبيله واديله، يعني كله يتفتش ستور اند فورورد. طب ليه عمل كده؟ والله اكتشف ان الاستعجال في الشبكه بتاعتك انت دي مش صح، كان واضح ان الشبكه بتاعتك دي فيها مصدر من مصادر النويز، فكان لازم يشتغل ستور اند فورورد. بس خلي بالك مش هيفضل شغال ستور اند فورورد طول العمر، امال ايه بقى؟ الاي سي دي بتفضل شغاله،
دي طول العمر. كل دقيقة تطلع ريبورت تقول يا ترى طيب في الدقيقة اللي اشتغلنا بيها ستورند فورورد النسبة الايرور كام؟ لأن نسبة الايرور لسه 10%. يقول لك يبقى خلينا ستورند فورورد. نسبة الايرور 20% يبقى خلينا في ستورند فورورد. نسبة الايرور وصل ل 5%. نسبة الايرور لو في أي دقيقة وصلت لي أقل من الثريشولد لو أقل من 10% هيبدأ يدي أوردر يقول لهم لو سمحتوا هنرجع تاني نشتغل كات ثرو. يعني هو نفسه يعمل إيه؟ حسب ظروف شبكته. معلش هو الشبكة بتبقى ليها ظروف؟ طبعا. احنا هنا في المكان ده لو عاملين شبكة وجيت انا شغلت التكييفات في الاول، التكييفات اول ما تشتغل تسحب كهرباء جامده جدا عشان تسقع المكان، فلو في كابلات داتا معديه جنب التكييفات هتلاقي النويز اثرت، يعني الالكترومغناطيس انترفيس دخل جوه كابلات الداتا فبقى في ايرور. فكان صح ان السويتش ده يشتغل ازاي بقى في البدايه؟ يشتغل ستورنت فورورد لان في ايرور، بس بعد ربع ساعه التكييف ظبط الجو والجو بقى ساقع وحلو، فسحب الكهرباء بتاع التكييفات بيقل، فالكهرباء اللي ماشيه بتقل، طيار نفسه بيقل، فالنويز بتقل، فلو في كابلات داتا بتلاقيها ما تعرضتش نفس النويز، ما تعرضتش نفس المشاكل. فكان الصح بعد كده نعمل ايه؟ نشتغل كثروا. تخيل نفسك بقى في مصنع ساعات المكن يشتغل ويريح، احنا محتاجين المكن وهو شغال اشتغل ستور اند فورورد، المكن ريح فما فيش نويز اشتغل كثروا. عارف سويتش زي كده يبقى سويتش كويس جدا، بس عيبه ايه؟ ده مليان دواير اي 6 زياده. شفت انا بقول لك ان اساس 5 اي 6 ده طلع فيه اي 6 6 وفي السور فور اي 6 7 ده غير هارد ديسك 12 تيرا بايت مثلا على حاجه، فكل دي تعتبر تكلفه على السويتش، بس في الاخر اداؤه كويس. عارف اداؤه عامل زي مين؟ بيفكرني بالكمين الداخليه. ايه ده؟ ايه علاقه الكمين الداخليه بالموضوع؟ الظابط بيجي في اول الكمين سيب العربيات يا ابني تعدي، فتح لهم السكه، بس عينه المونيتور بيس عينه على العربيات المعديه، لا عربيات مفيمه النمر مطموسه، دول شكلهم معاهم سلاح معاهم مخدرات، يعمل ايه؟ وقف لي يا ابني بقى الطريق ستراند فورورد، هنفتش عربيه عربيه، نمر مطموسه ايرور، مخدرات ايرور، سلاح ايرور. طب وبعدين؟ بعد فتره لو لقى ان الايرور قل، يعني ايه؟ قعد بيفتش العربيات كله سريع، كل الناس ماشيه حلو او اغلبه ماشي حلو، يبدا يقول لك طب ما نفتح السكه بقى شويه، هنفضل معطلين الطريق، افتح السكه واشتغل كترو. عارف هو مثل ان هو متكيف، يعني ايه؟ حسب الشبكه ما هتحتاج هيحاول ان هو دايما يعمل ايه؟ يتكيف مع حال الشبكه. كده خلصنا، بس عايز اديك تحذير ما تعملوش عشان ما تحرقش السويتشات. كده وانا ممكن احرق السويتشات اهو، انت عارف لو عملت كده سويتش هتحرق السويتش ازاي بقى؟ لو جبت سويتش ورحت موصل البورت دي بالبورت دي، ده هاكر كده ممكن يبقى دماغ هاكر. ليه؟ واحد يطلع دارس نتورك وعارف اللي احنا هنحكيه دلوقتي، قال لك بس بجنيه هاكينج ازاي؟ كابل اقرجه من ناحيتين واروح موصله. عارف السويتش ده هيعمل ايه للاسف؟ هتلاقيه لما يبقى فيه فلاد او برودكاست بياخد الداتا ويلف، برودكاست يقعد يلف يقعد يلف، ايه اللي يحصل؟ يسخن يسخن، خمس دقائق سخونيه 10 دقائق يتحرق، شم ريحه الشوب بتاعته. لو عايز تجربها وجربها، انا حاطط طافي ده كهرباء ليه؟ ده صيني مش امريكاني. عارف لو امريكاني يهنج، صيني يتحرق على طول. فلو واحد فاهم هاكينج يقول لك تك تك كده خلاص، عمل ايه؟ عمل قفله. برافو عليك. فعايز اقول لك بقى ان احنا لحد ما نوصل لمحاضره رقم 21 ما تعملش بقى الغلطات معينه. ليه؟ عشان في المحاضره 21 هتعلم ازاي ان ريموف اللير ترو. امال ايه اللي احنا عايزين نختم بيه هنا؟ اللوب بتحصل ازاي؟ يعني ايه لوب؟ ليه دي كده اسمها لوب؟ بس خليك هاكر مفتح. عارف بقى هاكر ايه؟ يقول لك انا هاكر حلو بس هيطلع هاوي. يقول لك انا هجيب كابل، كابل ده 10 سم ما يعملوش نص جنيه، ارجين كل واحد منهم بنص جنيه، ادي بقى جنيه ونص، ويروح تك موصل تك موصل ويستنى خمس دقائق ولا حاجه حصلت. غشيم. عارف غشيم ليه؟ عشان وصل الكابل ستريت دي سي اي تو دي سي اي، توصله ستريت وعايزه يعمل قفله مش هيعمل قفله. فخليك برضو ناصح، سويتش لسويتش يبقى اعمل ايه؟ كروس. فالكابل لازم يبقى كروس. فانا قصدي في حاجات ايه؟ ايه ده يا باشمهندس ادانا كلام غلط، انا ما حرقتش السويتش. يا عم ما انت اللي غشيم، احنا قلنا ان سويتش والسويتش بورت سويتش بورت سويتش الاثنين دوائرهم في نفس المكان، اعكس انت بقى الكابل، قفل الدوائر صح عشان تعمل القفله. انا قصدي ساعه تبقى ايه؟ في تاتشات كده محتاجه تربط الاحداث بالماضي، يعني في محاضره قال لك لازم بقى كروس، وهنا قال لك ما تعملش الحركه دي، فلو عملتها بكروس اقدر ان انا اعمل قفل. طب ماشي، يعني انت ما تعملش ايه لحد المحاضره رقم 21 في الكورس، ما تعملش الحركه دي، ما تجيبش سويتش واصل عليه كمبيوتر A وكمبيوتر B، وبعدين سويتش تاني في مثلا سويتش تاني ده مثلا في دور وده في دور، يعني الدور ده في سويتش والدور اللي فيه سويتش، وتروح عامل ايه؟ وتروح موصل برضو عليه جهاز اسمه C وجهاز اسمه دي. هو ده مش غلط وده مش غلط، اللي جاي هو الغلط، انك عايز توصل الدور الاول بالدور الثاني، ما
معلش هو سويتش في الدور ده وسويتش في الدور ده انا وصلهم بعض ازاي؟ بكابل سهله. ستريت ولا كروس؟ كروس سويتش وسويتش، الا اذا كان عندك خاصيه اسمها ميديكس هي اللي هتعدل الدايره فكروس. طب حلو، ايه بقى الغلط اللي تعمله؟ هو كده انت صح لغايه دلوقتي، انك تروح جاي موصل كابل كمان ما بين السويتشين، ده هيعمل قفله. طب هو ممكن حد يعمل كده؟ ده مغري جدا انك تعمل كده. ليه مغري ان انا اعمل كده؟ انت اساسا لو بصيت على سويتش هتلاقي كل سويتشات سيسكو تقريبا بلا استثناء بيبقى فيها بورتات للاجهزه وبورتات للربط مع سويتشات ثانيه، يعني بورتات للكمبيوترات عشان تربطها بالكمبيوتر اي او بي، وبورتات عشان اوصل مع سويتش ثاني في مبنى ثاني في دور ثاني، وبيبقوا اثنين على الاقل. اثنين مغري، كابلين وبورتين. فحد يعمل يقول لك بس انا هوصل بكابلين من السويتش اللي في الدور ده للدور ده، ليه؟ يقول لك بالمره بقى وانا بمد من دور لدور نخلص ونمد الكابلين، عشان خاطر عايز يعمل ايه؟ عايز يعمل حل بديل، ان لو ده اتقطع يبقى ده هو البديل. والله هو مع حق، يعني لو فكر في حل بديل او حتى في زياده السرعه الراجل ما فكرش غلط، قال لك بورت جيجا وبورت جيجا يبقوا 2 جيجا اسرع ما بين الدور والدور، والله مش غلط على فكره، صح وهنعملها. ما بنعملش غير كده بس، بتشغل السوفت وير اللي ما بيعملكش دول، بمعنى صح يعني في الاخر ايه ده كده منطقي. ما هو حاطط لك بورتين ليه؟ اكيد ليه هدف. او تعمل ايه تقول هوصل بورتين مش عشان اخد ضعف السرعه، عشان واحد اساسي وواحد احتياطي، واحد اتقطع تاني يشتغل. ايوه بس من غير بقى ما تعمل حاجه اسمها الليسننج، يعني من غير ايسك اسمها ليسننج هتحصل لك لوب. طبعا ميزه سويتشات سيسكو ان الايسك اللي اسمها ليسننج شغاله على طول، انت لو شغال على حاجه سيسكو تلاقي الايسك دي شغاله على طول ومش هتحصل لك مشكله. معلش طب ايه المشكله؟ هنحل المشكله امتى؟ هنحل المشكله لسه سيشن 21. امال النهارده عايز احكي لك بس عن ايه؟ هو ايه اللي هيحصل يعني؟ ايه اللي انا مكبر عليه الموضوع؟ ان لما تيجي برودكاست من ايه؟ السويتش ده هيعمل ايه في البرودكاست؟ بيفلد صح؟ معلش يعني ايه فلد؟ بيطلعها من كل البورتات بلا استثناء الا اللي جات له منها بس. يعني السويتش لما تجي له برودكاست هيطلعها من هنا ومن البورتين. انا بقى خوفي من البورتين، امسك واحده من الاثنين يعني سيب الثانيه عشان ما تبغضش الاسم. البورت دي لو خرج منها البرودكاست وطلع للسويتش اللي في الدور اللي فوق، يعني ده طلعت الدور اللي فوق، السويتش اللي فوق لو لقى برودكاست هيعمل ايه؟ هيفلد على كل الدور وماله مش مشكله، بس هيرجع لك ثاني. ازاي يا جدع؟ ما انا مطلع له برودكاست من بورت فهو عمل فلد وراح منزلها من البورت الثانيه. ازاي الكلام ده؟ اهو ده هتخش من بورت فلد، يعني طلع من كل البورتات الثانيه. هوب تلاقي فجاه كده انت في الدور، هوب طلع لك البرودكاست ثاني في السويتش بتاعك، والسويتش يعمل يقول لك الله 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 ده برودكاست، اعمل فيه ايه؟ اروح مطلعه من كل البورتات. بص اروح مطلعه من كل البورتات، قيس فجاه ايه اللي هيحصل؟ دي قاعده بتلف كده، ودي ما شرحتلكش، دي كمان هتقعد تلف كده. قيس فجاه تلاقي حصل في الشبكه حاجه اسمها برودكاست ستورم، عاصفه من البرودكاست. تعمل ايه يعني دي؟ 5 دقائق بس في سويتشات صيني تتحرق، اما سويتشات امريكاني تهنج. يعني تلاقي اللي بيحصل فجاه كده الشبكه عطلت، كل واحد يجي يفتح اي ابلكيشن ولا يفتح اي حاجه على الانترنت عطلانه، يقول لك يا باشمهندس الشبكه بطيئه جدا. عارف يعني المهندسين اللي مش فاهمين بقى الشبكات بيعمل ايه؟ يقول لك طب استنى، يروح طافي السويتشات. لما تطفي السويتشات بتبدا السويتشات ان هي تهدى ويشغلها تاني، وبعدين حظك حلو مفيش مثلا برودكاست اتبعت فالدنيا ظبطت. مع اول برودكاست هيتباع ايه اللي هيحصل؟ برودكاست ستورم تاني والشبكه تعطل. وكان معايا واحد حبيبي قوي قوي دخل السي سي ان بي مخصوص عشان خاطر يعرف اكتر في القصه دي، كان شغال في شركه في جهه حكوميه مش هقدر اقول اسمها عشان بس التسجيل ده عايزين نطلعه، في جهه حكوميه تابعه لوزاره الاسكان، حلو هو ماسك المبنى بتاع الهيئه دي. يقول لي بص احنا بنيجي الساعه 12:05 فجاه نلاقي الشبكه عطلت كل حاجه مهنجه، فاروح نازل على الراك اطفي المشترك بتاع السويتشات واشغله تاني، تبدا الدنيا تقوم. ساعتين ثلاثه نفس المشكله، اروح طافي ومشغل. يقول لي انا بقالي 6 شهور على الحال ده، كل يوم اطفي واشغل اطفي واشغل. قلت له طب انت عندك مشكله لوب، يعني في عندك حاجه كده اسمها لير تو لوب، ده اكيد عامله لك برودكاست ستور، يعني في حاجه عامله لك برودكاست في قفله، يعني في حد عامل، في حد جايب كاب غالبا وموصل غلط، يا اما انت اللي موصل غلط. بس ممكن يطلع في الاخر موظف من الموظفين عامل ايه؟ واخد كابل زي ده وموصل ما بين بورتين في الحيطه، ساعات بيبقى في الشركات بورتات في الحيطه بتاعت وصل على السويتشات، يروح عارف بيلعب، يروح عامل ايه؟ ماسك الكاب حطه في البورت، بعدين ماشي يتمشى حاطط البورت الثانيه ويمشي، وانت اللي تتدبس. ليه؟ هو وصل كده بورتين بتوع سويتش مع بعض، عمل لوب. فايه اللي هيحصل؟ شويه والشبكه تبدا تهنج، وانت تعمل ايه يعني؟ كل شويه تطفي في السويتش وتشغل في السويتشات ومش عارف المشكله في ايه. طيب ايه الحل؟ الحل انك انت عشان ما يحصلهاش المشكله دي لازم نعمل ليسننج. يعني ليسننج؟ لازم يبقى في عندنا دايره تسمع لللوبس دي عشان تعرف فين مكان اللوب وتوقفها. طب ومين الكلام، مين ممكن يوقف اللوب؟ الدايره اللي ممكن توقف اللوب
ريموف كلير تو لوبس من خلال، هو كان زمان سوفت وير دلوقتي بقى بيتعمل باي سيز، اسمه اس تي بي، اختصار ليه اس تي بي؟ سبانينج تري بروتوكول. بس ده شرحه امتى بقى؟ السبانينج تري بروتوكول شرحه لسه محاضره رقم 21، يعني محاضره رقم 21 هنبقى نحكي السبانينج تري ده بيشتغل ازاي. فلحد تلك المحاضره ماله، يا تشتغل بسيسكو فعشان بيشتغلوا سبانينج تري اوتوماتيك لوحده، يا اما ما تعملش كذا توصيله ممكن تسبب قفله او تسبب لوب. 17 دقيقه و14 ثانيه للاسف، انا عارف ان هي عدت بس الله عليك حبيبي والله العظيم. حد عايز يسال على حاجه انا معاك، لو عايز تروح او تلحق الماتش اتفضل براحتك خالص، الناس الاونلاين برضو انا معاك. هنشرحه كله سبانينج تري والرابيد، ولا قصدك استنى كده انت بتقول على ايه؟ في سبانينج تري وفي رابيد، هناخد الاثنين، في واحد تاني.